السلام عليكم. سامعيني يا باشمهندسين؟ شوف الشات كده. ماشي، اللي عنده مشكلة في الصوت يبعت على الشات. تمام. حد عنده مشكلة في الصوت؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة أول محاضرة في الثري فيز ترانسفورمر. هشرح مثلا حوالي نص ساعة، وبعد كده هدي 10 دقايق الأسئلة بريك، يعني اللي عاوز يروح يشرب شاي ولا يعمل أي حاجة، وأجاوب على أسئلة أي واحد مش فاهم حاجة، وبعد كده احتمال نخرج ونخش تاني. يعني احتمال، يعني بحس هو بيديني احيانا بيديني 5 ساعات واحيانا بيديني 40 دقيقة بس، فحسب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بس قبل ما نبدأ، بعد اذنكم، اللي هيخش على اونلاين هيكتب اسمه بالعربي. يعني عبد الله رمضان كاتب اسمه بالانجليزي، احنا عاوزين اسماء باللغة العربية واسماء الحقيقيه علشان خاطر يعني ايه يبقى. ومحمود مثلا السعداني برضو كاتب اسمه بالانجليزي، فبعد اذنكم اللي يخش بعد كده يكتب اسمه بالعربي، يعني علشان خاطر يعني نعرف ندير الموضوع بشكل افضل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الثري فيز ترانسفورمر ده هو الترانسفورمر الايه المستخدم في الشبكه، في الجنريشن وفي الترانسميشن لاين. قبل ما نبدا، وطبعا ده الترانسفورمر ده شكل يا باشمهندسين الثري فيس ترانسفورمر، اسعاره بتوصل احيانا لحوالي مثلا من 100 مليون فاكتر، يوصل لاكتر من كده بكتير الترانسفورمر الواحد. فاحنا بنتكلم في ايه؟ في ترانسفورمر عنصر مهم، وهو يعتبر اكتر من ثلاث ارباع الشبكه هي محولات، وهنشوف دلوقتي يعني ثلاث ارباع الشبكه عندنا هي محولات. السنجل فيس ترانسفورمر طبعا ده ترانسفورمر بيديك فكره مقدمه، انما احنا بنستخدم في الشبكه ايه؟ بنستخدم في الشبكه ثري فيس ترانسفورمر. السنجل فيس ترانسفورمر بيستخدم بس في كان زمان في البيوت، شويه ترانسات، حاجات بسيطه، انما الشبكه كلها عباره عن ثري فيز ايه ترانسفورمر، او ثري فيز ترانسفورمر متكون من 3 سنجل فيز ترانسفورمر زي ما هندرس. تمام. المحاضره بتاعت النهارده محاضره هامه جدا جدا جدا، لانها بتتكلم عن الكونكشن بتاع الشبكه. وليه الكونكشن دوت؟ يعني ايه كونكشن؟ التوصيلات بتاعت الشبكه بمصر، وليه الكونكشن ده معمول بالشكل دوت، لكل عنصر فيها ليه عملناه بالشكل اللي احنا هنشوفه بعد شويه يعني. فدي محاضره مهمه جدا، ومحاضره فيها حاجات كتيره ممكن تتوه فيها شويه، بس هتتلم كل المعاني في الاخر. يعني احنا هنخش في 5 6 مواضيع متفرقه، كل موضوع تحس ان هو يعني ايه علاقته بالموضوع، ايه علاقته بالثري فيس ترانسفورمر، بس في الاخر هتعرف ايه اهميه الموضوع اللي احنا شرحناه. فانت ما تتوهش معايا، في الاخر الموضوع هيتلم في الاخر في دماغك، في اخر المحاضره هتحس الموضوع كله ايه اكتمل ومتكامل في دماغك ان شاء الله. طيب نبدا بقى. ليه اصلا استخدمنا الترانسفورمر؟ انا هفتح المايكات ومش عاوز حد مش عاوز الناس بس هي اللي ترد، مش عاوز حد يهزر ويضحك والكلام ده، عشان نتفاعل. ليه اصلا؟ خلاص المايكات بتاعتنا مفتوحه، عاوز الناس ترد عليا. ليه اصلا استخدمنا الترانسفورمر؟ ما نستخدموش، نعمل جنريتور وخلاص. عشان نعمل حاجة اسمها النقل على الهاي فولتج. يا عم أنا مش عاوز أنقل على هاي فولتج، عاوز أنقل.
ها بس دكتور، هو عشان احنا لو مثلا من مرحله التوليد جينيريشن في المولد بيبقى التيار كبير جدا، فاحنا محتاجين الكروس سيكشن اريا بتاع الوايرس كبيره قوي، وده مش موجود في الحقيقه، فاحنا بنضطر ان احنا نرفع الجهد عشان الباور يعني ايه يعني التيار يقل نقدر ننقله لمسافات بعيده. هو يعني جنريشن يا دكتور الإجابة السهلة بيكون رضا مش محدد هتفهم بقيمة جهد معين، فما بقدرش ان انا ارفعه. فين؟ الجنريشن الإجابة بيكون محدد بقيمة جهد معين بيخرجه، فما بقدرش ارفع عن قيمة الجهد ده. ما اقدرش ارفعه ليه؟ لا برضه احنا على فكرة درسناها السنة اللي فاتت، قلت لك السبب بالسنة اللي فاتت، مش ده السبب برضه. مش هنقدر السبب رئيسي، يعني احنا يا دكتور، من غير الترانسفورمر ما يوصلناش الكهرباء، ايه السبب؟ يا عم عندنا وفرة في الواحد كل الناحيات. فولت اخرك ان انت تنقله 1 متر، فانت تبقى عايز تنقله بعيد. الله ينور عليك، يا سلام، ممتاز قوي. يبقى احنا بنقول يا باشمهندسين في هدف رئيسي، ايه هو؟ ان الواحد فولت، الواحد فولت بينتقل بمسافة 1 متر، ده السبب الرئيسي يا باشمهندسين. ده اتعمل الترانسفورمر واتغير السيستم كله من اي سي سيستم، من دي سي سيستم لاي سي سيستم بسبب الكلام دوت. ان انا عندي كان عندي زمان قلنا اديسون دوت عمل دي سي سيستم، يعني دي سي جنريتور، ها، ودي سي موتور. وكان الدي سي سيستم ده ماله يا باشمهندسين؟ كان بيخرج 100 فولت دي سي. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان ال 100 فولت دي سي دوت، ها، بقدر انقله مسافة 100 متر بس كده، 100 متر. يعني ايه انقله مسافة 100 متر؟ يعني اعمل ادي هو الجنريشن، وعلى مسافة 100 متر من كل الجهات اقدر بس انقل دايرة نص قطرها 100، ودوت كده الايه الجنريتور هنا في النص. فده مش حل عملي عشان تعمم الكهرباء على مستوى الايه، على مستوى العالم. فتعمل ايه؟ انا عندي الواحد فولت بيمشي 1 متر، خلاص كده. انا عاوز اعمل جنريتور في اسوان وانقل الكهرباء للقاهرة، والمسافة بين القاهرة واسوان حوالي 500 كيلو مثلا. اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ اعمل، ها، فانا مش هتقول لي اعمل بقى، تعمل جنريتور 500 كيلو. طب عملته، وبعدين هوصل الكهرباء للناس ازاي؟ انا الناس عاوزه جهد قليل في البيت، فاهمني انت؟ اوصل لهم ازاي؟ فما ينفعش خالص الفكره. فجت الفكره بتاعت الترانسفورمر، فغيرنا الدي سي سيستم لاي سي سيستم بسبب ان احنا اخترعنا الترانسفورمر، خلاص. الاي سي ايه ليه؟ لان طلع عندنا في عنصر اسمه الترانسفورمر ده، بقدر اعلي الجهد واوطي الجهد عن طريق العنصر الجديد ده اللي هو اللي اسمه الترانسفورمر. وبالتالي دي فكره تسلا. تسلا قال ايه؟ قال هو مش هو اللي اخترع الترانسفورمر، بس تسلا عمل ايه؟ تسلا، لا، عمل ايه يا باشمهندسين؟ تسلا عمل الايه؟ قال ما دام في ترانسفورمر يقدر يعلي الجهد ويوطي الجهد، يبقى لازم ننقل النظام من الدي سي، لان نظام الدي سي ده نظام غير قابل لنقل الكهرباء، غير قابل لان انا اعمله انتشار على مستوى العالم، لانه اخره 100 فولت و200 فولت و300 فولت، يعني اخره 300 متر مثلا. انما انا عاوز اعمل ايه؟ اولد يا عم 100 فولت ولا 200 فولت واعلي الجهد جامد جدا 100,000، وبالتالي اقدر انقل على مسافه 100 كيلو، 100,000 فولت انقلها مسافه 100,000 متر، يعني 100 كيلو. يبقى وبعد كده احط العنصر دوت يوطيهولي ل 100 فولت تاني، واوزع الناس الكهرباء. يبقى كده الترانسفورمر هو اصلا صلب الباور سيستم، مش جنريشن. الجنريشن كان موجود دي سي وكان موجود اي سي، بس ما فيش العنصر اللي انقل بيه. فايه هدف الترانسفورمر او ميزه الترانسفورمر؟ النقل. انا عندي نهر النيل بس ما عندكش وسيله تنقل بيها الميه لغايه بيتكم، واخد بالك؟
يبقى خلاص يبقى انت ما لازم بقى تروح كل يوم لنهر النيل تحول. ما فيش بقى، ما فيش حاجه عندنا اسمها نخزن الكهرباء. فانت فالترانسفورمر طيب ماشي احتمال كمان 10 دقايق يعني ايه يا ابجريد. طيب ماشي فالترانسفورمر يا باشمهندسين، الترانسفورمر ماله؟ الترانسفورمر ميزته ان هو اقدر ايه اعلي بيه الجهد واوطي بيه الجهد، وبالتالي لما بعلي بيه الجهد واوطي بيه الجهد اعلي بيه الجهد واوطي بيه الجهد، فاقدر اعمل بقى ايه؟ اقدر اعمل جنريتور بقى دلوقتي، ها بيطلع لي 11 كيلو فولت. تمام، بعد كده اقدر احط بعد الجنريتور دوت ترانسفورمر بيحول لي من 11، ده 3 فيس ترانسفورمر، من 11 كيلو فولت ل 220 كيلو فولت. يا سلام، اقدر انقل كده ل 220 كيلو متر. عليت الجهد خالص عشان انقل 220 كيلو متر، وبعد كده بحط ترانسفورمر تاني في المكان بقى بعد 220، بعد 220 كيلو متر خلاص، وده ترانسميشن ايه؟ ترانسميشن لاين. احط بقى ترانسفورمر تاني ينزل لي من 220 كيلو فولت ينزلهم لي ل 66 كيلو فولت، وبعد ما ينزلهم لي 66 كيلو فولت امشي 66 كيلو متر خلاص، واحط محول تاني ها ينزل لي من 66 كيلو فولت ل 11 كيلو فولت او 22 كيلو فولت. تمام، حطيت، نفترض ان انا حطيت 11 كيلو فولت، وبعدين امشي، اقدر امشي مسافه بقى 11 كيلو يمين وشمال وفوق وتحت، دايره نص قطرها 11 كيلو، 11 كيلو متر. احط محول من 11 كيلو اللي هو جنب البيت بتاع حضرتك، من 11 كيلو ل 4 من 10 كيلو اللي هو 400 فولت، ها اللي هو 400 يعني فولت، يعني 4 من 10 كيلو فولت. تمام، واوصل بقى ده 3 فيز، واوصل للبيت بتاع حضرتك اهوت، ادي البيت بتاع حضرتك، اوصل له ايه فازه اللي هي 220 ايه فولت مش كيلو، كل اللي فات ده كيلو فولت. الجزء الاولاني يا باشمهندسين، الجزء الاولاني اللي هو الجزء ده اللي هو الجنريتور واول ترانسفورمر دوت، دوت تبع حاجه اسمها الجنريشن، ها دوت بتوع التوليد، دوت بتوع محطات التوليد، ودي شركه لوحدها دلوقتي بتوع التوليد، دول شركه لوحدهم. تمام تمام، الجزء ده يا باشمهندسين اللي هو 220 و66 والكلام دوت، المحولات ديت تبع محطات النقل، دي محطات النقل خلاص، او بيسموها دي بيسموها السب ستيشن، السب ستيشن دي الايه السب ستيشن، انما ده الجنريشن، ده التوليد. طب الجزء الاخير ده يا باشمهندسين في الكهرباء هو ده التوزيع، ده الديستريبيوشن. ده انا اقفل المايكات يا جدعان. ها التوزيع. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي، يبقى انا عندي الكهرباء متقسمه ثلاث اجزاء، جزء اسمه التوليد جواه 3 فيس ترانسفورمر، وجزء النقل جواه برضو كل النقل ده سب ستيشن، كل السب ستيشن دي محطات ما فيهاش جنريتور، كلها محطات تحتوي على ترانسفورمرات فقط للحمايات بتاعتهم. بعد كده التوزيع عباره عن ايه؟ عباره عن المحول اللي هو ال 11 4 من 10 وشويه الكابلات وصل لغايه الايه؟ الايه. يبقى انت عندك اصلا منظومه الكهرباء 90% منها عباره عن محولات 3 فيز ترانسفورمر. تمام، حد عنده اي سؤال؟ اللي عنده سؤال يتفضل.
اللي عنده اي سؤال. تمام يا باشمهندس. هو مين يا دكتور مسؤول على عمليه الترانسفورميشن؟ احنا قلنا دي اتقسموا ثلاث شركات دلوقتي، شركه النقل هي المسؤوله عن المحطات السب ستيشن، الجنريتور مع اول محول دوت تبع التوليد. يا ريت يا جماعه من اول 11 كيلو فولت لغايه تحت او 22 كيلو فولت دوت مسؤول عن الايه التوزيع. تمام، ادي ده اشكال الايه المحولات اللي هي الايه المحولات اللي هي الثري فيز ترانسفورمر. تمام، يبقى ايه ليه ثري فيز ترانسفورمر؟ عشان ينقل الباور، بس ده هدف الترانسفورمر، نقل الباور. طب من غيرها ما اعرفش انقل اصلا، ما يعني عامل جنريتور 11 كيلو فولت، هنقل الباور 11 كيلو متر بس كده، ده اللي اقدر اعمله. من غير ترانسفورمر يبقى ما فيش شبكه كهرباء ايه في العالم. يبقى الترانسفورمر هو الفكره الاساسيه لنقل الدي سي سيستم لاي سي سيستم بسبب الترانسفورمر، لان ما فيش عندي حاجه غير في الباور الكترونكس حديثا هي اللي عالي بيها الجهد الدي سي واوطي بيها الجهد الدي سي. تمام، ادي اللي احنا شرحناه اهوت قبل كده. قلنا ثانيه واحده، ادي عندي، معلش يا باشمهندس، ادي عندي عندنا هنا دلوقتي ده الجنريتور، ها، مع اول ترانسفورمر. الجنريتور ده بيطلع 11 كيلو فولت، او الترانسفورمر ده بينقل من 11 ل 500 او من 11 ل 220. بعد كده ترانسميشن لاين، تمام كده. الشبكه ديت من اول هنا كام؟ ديت 220 كيلو او 500 كيلو حسب ما يكون. راح لمحول، بينقل المحول دوت من كام؟ حد يقول؟ من 220 بكام؟ ل 66. يروح بعد كده للمحول اللي بعد كده، يمشي بقى المسافه بتاول الباور ترانسفورمر، الاثنين دول ده وده جوه محطه الكهرباء. المسافه بقى من اول من هنا لغايه هنا ده خلاص زي ما انت عاوز توصل ل 220 كيلو، مفيش مشكله فيه، لان المحول دوت 220 كيلو. طب من اول هنا لهنا ده 220 ل 66. يمشي بقى تمشي لغايه هنا، تقدر تمشي معاك لغايه 66 كيلو. ده بيحول من 66 لكام؟ 11. يجي بقى هنا في اي حته صغيره كده درام ولا اي بتاع صغير كده، يحول لي مالي يا باشمهندس، يحول لي من 11 كيلو لايه؟ بيبقى محول برضه بس مش شرط يعني يبقى المعلق ده. من 11 كيلو لكام؟ ل 4 من 10 اللي هو 400 فولت. ده يمشي 3 فيز، تنقل سيادتك بقى على 3 فيز تروح للبيت. يبقى دي المنظومه كامله. المنظومه كامله عباره عن ايه كده؟ المنظومه كامله عباره عن جنريشن ترانسميشن. جنريشن في حاجتين اهو، الاثنين دول مع بعض، ها، دول الجنريشن خلاص، ودول بيبقى جوه محطه الكهرباء. المسافه بين الجنريتور والباور ترانسفورمر دوت بتبقى مسافه صغيره جدا جدا جدا، لان بيبقى حاجه اسمها ما بيعرفش ينقل الكهرباء التيار الكهربي غير في حاجه اسمها ايزوليتنج فيز باس، حاجه كده يعني لا هي كابلات ولا ترانسميشن لاين، لا تصميم خاص. يبدا من اول هنا يا باشمهندسين، دي تبدا من اول هنا شركه بقى الايه؟ شركه النقل. تبدا لغايه المحول اللي هو 66 كيلو لغايه هنا، ده كده شركه النقل. يبقى بتنقل الترانسميشن لاين، الخطوط الهوائيه والسب ستيشن، كل ده تبعها. بعد كده من اول بقى ال 11، اول الخرج بتاع 6 ال 11 كيلو او 22 كيلو ده بقى شركه الايه؟ التوزيع. تمام كده؟ انا عندي ممكن شكل تاني اهوت، ادي الجنريتور مع الترانسفورمر، وبعد كده الايه نفس الكلام، ايه نفس الكلام ده شكل برضو مبسط لو انت ايه يعني عاوز تعرف الدنيا. ادي الجنريتور مع اول ترانسفورمر، ثانيه واحده ثاني، الجنريتور مع اول ترانسفورمر اهو،
الجنريتور مع اول ترانسفورمر معاه كده، دول جوه الايه باشمهندسين محطه الكهرباء. بعد كده يبدا في سب ستيشن كده، بس العدد لما يخش عشان نكمل. يا دكتور ممكن نقفل المايك عشان الصوت عامل دوشه فظيعه؟ حاضر، نقفل المايكات على الناس. حاضر. زي ما احنا قلنا الايه، تمام. يبقى قلنا اللي احنا بنحتاج، يبقى في هدف رئيسي يا باشمهندسين للاحتياج الترانسفورمر، اللي هو ايه؟ نقل الباور الكهربيه لمسافات بعيده. لا يمكن نقلها لمسافات بعيده، ولا حتى لو جبت اسلاك نحاس بالهبل، لا، الجهد هو المسؤول عن النقل. اسلاك النحاس ديت عن التيار، التيار كبير تيار صغير، انما الجهد هو المسؤول عن النقل. وانا ما اقدرش اعلي الجهد فوق الجهد بتاع الجنريشن ولا اوطيه الا عن طريق الترانسفورمر. الجنريتور اقصى بيعمل لي كام؟ 11 كيلو فولت لغايه اقصى حاجه 35 كيلو فولت حاليا. فكده ما اقدرش انقل، يبقى لازم اعمل كل 35 كيلو لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل كده محطه كهرباء، لان ما اقدرش انقل. طب ماشي، عملتها 35 كيلو، في مشكله ثانيه؟ هتنقل الكهرباء بس ما اقدرش اوصلها للبيت. هتوصل للبيت 35 كيلو؟ ما انا لازم اقلله. فلا بديل عن الترانسفورمر في نقل الطاقه الكهربيه. هو بيقول لك ليه؟ انكريز الفولتج اوف جنريتور اوتبوت. ماشي، هخرج الفولت ده بتاع الجنريتور من 11 كيلو الى 220 كيلو. ايه تاني؟ هقدر انقل باور كبيره على تيار قليل، تمام، لان انت لما بتعلي الجهد التيار بيقل، وبالتالي اقدر انقل الايه؟ الباور كبيره على، في حين التيار في ساعتها هيكون ايه؟ هيكون صغير. تمام، اقلل تكلفه النقل برضه، ماشي، مفيش مشكله. ادجست ان انا بظبط الفولت عندي المستهلك اليوزابل ليفل. انا المستهلك انا عاوز كام؟ عاوز 220 فولت مش كيلو. طب انا هنقله، لو انا عملت جنريشن 11 كيلو، طب انا هستخدمه ازاي؟ واخد بالك؟ ماشي، نقلت 11 كيلو متر، بس انا هستخدمه ازاي؟ لازم انا اقلل الجهد. طب اقلله ازاي؟ عن طريق الايه؟ عن طريق الترانسفورم. يبقى طيب السؤال الثاني بقى، ليه الشبكه الموحده 500 كيلو فولت او 220 كيلو فولت؟ طب ما نعملها مثلا الشبكه الموحده، ها، 11 كيلو مثلا، ليه اعملها 500 كيلو مثلا؟ انت يا باشمهندس في دوله في البحرين وهتصمم شبكه خاصه بالبحرين، البحرين كلها على بعض 11 كيلو ولا حاجه، وقالوا لك يا باشمهندسنا صمم لنا الشبكه بتاعت البحرين. هتقول والله في مصر 500 كيلو قوم تعملها الشبكه بتاعت البحرين اللي هي عباره عن 5 6 كيلو متر 11 كيلو متر كلها على بعض، هتعملها شبكه منفصله كده قوم هتعملها 500 كيلو؟ بناء على ايه مصر عملناها 500 كيلو والبحرين عملناها مش عملناها؟ يعني البحرين تبع السعوديه في نفس شبكه السعوديه، بس انا قصدي يعني لو جزيره منفصله صغيره وهنعمل لها جنريشن لوحدها، بناء على ايه؟ اعملها 500 كيلو ولا 11 كيلو؟ حد عارف؟ اتفضل. استنى نشوف. طيب اللي هيجاوب اتفضل. مين اللي يرفع ايديه نخليه يجاوب؟ ها؟ ما حدش رافع ايديه. يا ايفون غير اسمك علشان خاطر ما يعني ما نضطرش ان احنا نشيل الناس اللي اسماء غريبه. فالايفون ده يغير اسمه لاسمه الحقيقي. فبناء على ايه؟ احنا بنقول يا باشمهندسين لو احنا عملنا جنريشن 11 كيلو فولت هيعمل ايه؟ اهو ادي دلوقتي، ادي الجنريتور 11 كيلو فولت، ده الجنريتور هيعمل ايه؟ هيعمل لي مساحه مقدارها 11 كيلو متر، هيغطي مساحه مقدارها 11 كيلو متر. طيب مصر، ادي الخريطه بتاعت مصر اهي، خريطه مصر اهي، ادي مصر اهي، تمام. مصر طولها كام؟ الطول ده كام يا باشمهندسين؟ 1000 كيلو متر، تمام كده. طيب انا لو حطيت مثلا، لو جبت الجنريشن هنا كده، ادي الجنريتور ماشي كده، وادي الترانسفورمر، اعمل شبكه موحده قيمتها كام عشان تغطي مصر من اولها لاخرها؟
ها يبقى لو عملتها 500 كيلو فولت هتغطي لي 500، توصل تقريبا 500 كيلو متر خلاص، فاقدر من هنا اعمل الشبكه تغطي مصر كلها. ليه؟ لان ال 500 كيلو متر، 500 كيلو متر ها هتمشي، اسف 500 كيلو فولت هتمشي 500 كيلو متر، وبالتالي اعلي الجهد لغايه 500 عشان يغطي لي مصر كلها. ببساطه يعني ان انت عملت، انت عملت هنا جنريشن في السد العالي في الاول خلاص، 500 كيلو يوصل لغايه مثلا القاهره، يبقى اقدر مالي اقدر انقل لغايه القاهره، او 500 كيلو واحط كمان اي حاجه مني مش مهندسين ينقل لي مره ثانيه ايه، ينقل لي فولت مسافه ثانيه اكبر وهكذا. يبقى انا يا باشمهندسين طيب انت دلوقتي في جزيره، الجزيره ديت مساحتها مثلا لو عملناها ان الجزيره ديت نص قطرها جزيره منفصله، النص قطر بتاعها مثلا 66 كيلو متر خلاص، يبقى اعمل الشبكه بتاعتك 66 كيلو فولت بس ببساطه. طب انا عندي جزيره اكبر، المساحه بتاعتها مثلا 130 كيلو متر، نص قطرها، نص قطرها جزيره نص قطرها، خلاص اعمل الايه الجهد بتاع الدوله ديت 130 كيلو فولت وهكذا. يبقى احنا بنعمل على حسب مين يا باشمهندسين؟ على حسب المساحه. انا طول مصر وعرضها 1000 في 1000 خلاص كده، فخلاص قام حط لك هو قال لك عامل لك الشبكه 500 كيلو فولت، وينقل في الايه في المسافه الكبيره ديت اللي هي 500 كيلو ايه فولت، يبقى عشان مساحه مصر كبيره. يبقى بنعمل الفولت بناء على المساحه اللي انت عاوزها تتغطى قد ايه. نسال سؤال بقى، لو انتوا فهمتوا الكلام دوت نسال سؤال وافتح المايكات ونسمع الاجابه. انا عندي يا باشمهندسين ثانيه واحده كلير اول ماشي، انا عندي يا باشمهندسين دلوقتي عندي عندي المحولات اللي هي بتاع الديستريبيوشن، تبقى عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ محولات الديستريبيوشن 66 على 11 كيلو فولت تمام، ديت في المدن في القرى خلاص تمشي كده 11 كيلو متر، دي في القرى القديمه شويه يعني مثلا في الصف مثلا في اي قريه من القرى الايه القديمه شويه بتعمل لك 11 كيلو 66 ل 11. طيب في المدن الجديده بنعملها من 66 ل 22 كيلو فولت، ها زي ايه؟ زي 6 اكتوبر، 6 اكتوبر وما شابه ذلك، بنعملها بدل 11 كيلو بعملها 22 كيلو. ايه السبب؟ نفتح المايكات للناس تمام، هنشوف دلوقتي الناس اللي رافعه ايديها ديت، هنفتح المايكات اهيت للناس اللي رافعه ايديها. استنى انميوت اهوت، قول يا اتفضل، قول يا محمود يا سعيد. علشان المستقبل يعني، انا دلوقتي في 6 اكتوبر هعمل مدن جديده ثانيه، او هعمل يعني المدينه هتكبر، لكن القرى والمدن القديمه فهي خلاص اتحجمت. تمام، اتفضل يا مصطفى يا صبري. عشان دلوقتي عندي المساحات في المدن الجديده اوسع، ف 11 كيلو يعني بالنسبه لها انها هتكون مسافه قليله، فانا ان انا اخليها 22 عشان المساحات بقت اوسع. الله ينور عليك يا مصطفى يا صبري. يبقى كلام مصطفى صبري صحيح 100%. انا عندي زمان القرى القديمه كانت مساحتها صغيره، انت ال 11 كيلو ديت هيغطي لك مسافه قد ايه يا باشمهندسين؟ 11 كيلو متر، هي ديت مساحه القريه خلاص. دلوقتي لا بقى 6 اكتوبر 11 كيلو ديت تعمل بقى انت المساحه ديت، اعمل بقى ايه؟ باي نقص سكوير باي 11 كيلو، واخدين بالكم؟ تربيع هيديك الايه، او 11 كيلو تربيع هيديك المسافه. الثانيه بقى يا باشمهندسين المساحه زادت بتاعت 6 اكتوبر والتجمع الخامس، فانت عملتها 22 كيلو متر. هتشوف دلوقتي لما تعمل باي نقص سكوير ها هتلاقي المساحه كبرت جدا. عشان كده احنا بننقل دلوقتي المحطات الجديده ما بتبقاش كام، بتبقى على 66 على كام يا باشمهندسين؟ 66 على 22 مش على 11.
ثانية واحدة يا صلاح، نعمل لك ميوت. تمام تمام نكمل الايه، نروح كده نكمل ال... يبقى انا عندي ليه الشبكه الموحده في مصر 500 او 2 او 220 كيلو فولت؟ لان الواحد فولت بينقل 1 متر، الواحد كيلو فولت بيتنقل 1 كيلو متر، ال 500 كيلو هتتنقل 500 كيلو ايه؟ يبقى طبعا ده بالتقريب يعني ال 200 وهكذا، واحنا مساحتنا كبيره ف 500 كيلو فوق 500 كيلو تحت، يبقى انت غطيت مساحه ايه؟ مصر كلها. تمام يا باشمهندس، نشوف ايه. خلاص احنا خدنا دي، ماشي احنا كده بنأدي ولا بنأخر؟ تمام، قلنا اهو ليه ترانسميشن ترانسفورمر 66 على 22 في النيو سيتي بدل من 11 على الكام، بدل من 66 على 11 في الاولد ايه، في القرى القديمه. قلنا لان ال 22 كيلو هيتنقل 22 كيلو متر، لما تيجي تحسب المساحه يبقى ال 22 كيلو فولت دوت هيغطي لي مساحه 1500 كيلو متر مربع، اعملها باي نق سكوير، ماشي كده؟ بينما ده في المدن الجديده، بينما ال 11 كيلو هيتنقل 11 كيلو متر فيغطي لي 380 ماله كيلو متر ايه تربيع، يعني دوت في اربع اضعاف 11 كيلو اللي من نقلت من 11 كيلو خليتها 20 كيلو، فغطى لي مساحه اربع اضعاف مين يا باشمهندسين؟ المساحه الايه؟ السابقه. تمام، ده محول ديستريبيوشن، ده اخر محول اللي هو بيبقى 11 على 4 من 10 او يعني بيبقى اصغر من كده يعني صراحه يعني. ماشي، ده محاول بتاع الترانسميشن اللي هو بتاع 500 على 66، 220 على 66 او ما شابه ذلك، وطبعا في محطه سب ستيشن، ما بقاش في يعني دي ما بقاش في الشارع كده يعني، ما بقاش برضه في شجر كده جنبي يعني. تمام، هو تقريبا بس عاوز يوري لك الايه الحجم بتاعه. تمام، ازاي بقى احنا بنعمل 3 فيز ايه ترانسفورمر؟ بيتكون من ايه يا باشمهندسين؟ بيتكون من، قال لي احيانا بنعمله من ثلاثه سنجل فيس ترانسفورمر، واحيانا بنعمله على كور 3 ليجز يعني، ونعمل عليه 3 فيس ترانسفورمر اهو. تعال بقى نبص على الكونكشن بتاع الايه 3 فيس ترانسفورمر بيتعمل ازاي، الستار والدلتا وما شابه ذلك. انا عندي يا باشمهندسين عندي دلوقتي اهو، عندي محول سنجل فيز وادي سنجل فيز تاني، ادي ثلاث محولات سنجل فيز ترانسفورمر. تمام خلاص، وادي ادي الفازه الاولى، وادي الفازه، وادي ده البرايمري يعني والسكندري وما شابه ذلك. تمام، تعالى بقى ده عندي كده كام سلك يا باشمهندسين؟ يبقى 1 2 3 4 5 6 والطرف الثاني 6، يبقى عندي 12 ايه؟ 12 طرف و12 كابل. عاوزين احنا اهو، ادي لو احنا عندنا اهو، ادي الجنريشن، ده الجنريتور اهو يا باشمهندسين، بيطلع لي 3 فيز بالشكل ده. هنوصل ازاي؟ هوصل الطرف الكهرباء اهو، طرف الفازة ايه اللي هي الار، بس وصلت طرف الكهرباء هنا كده، والطرف الثاني هوصله على الايه، على ايه داش، على نيوترال، على ايه داش اهو، هوصله الطرف الثاني هوصله على ايه داش. تمام كده، اه تمام. طيب وفين المحول الثاني؟ ادي المحول الثاني، هتوصله على مين؟ على البي، اوصل البي اللي هو الفازة الثانيه. تمام كده، ادي وصلت الفازة الثانيه. طب والفازة ديت هتروح فين؟ هتروح على البي داش، هتروح على البي داش، ما هو الفازة الثانيه بي وبي داش، يبقى الفازة الثانيه هتروح على البي داش. طب المحول الثالث الطرف دوت يا باشمهندسين هيروح على مين؟ على السي، هي مثلا ار اس تي مثلا، فدي تبقى التي مثلا، هي هتوصل كده. طب والطرف الثاني هيروح على الايه؟ السي داش. كده كام؟ كده ست اسلاك، تمام، او ست اطراف يعني. تمام، احنا عاوزين نقلل الاطراف ديت شويه، ففي توصيلات بقى اللي هي ستار ستار هنعرف دلوقتي، ودلتا دلتا وستار دلتا ودلتا ستار. البرايمري اللي هي اطراف اهو، ادي احنا عاوزين نقلل بقى الايه الاطراف ديت او الاسلاك ديت، سواء كابلات او ترانسميشن لاين او ما شابه ذلك. فبنعمل ايه؟ نيجي هنا اهو، الاي داش والبي داش والسي داش يعني عندنا اهوت في اللي فاتت ديت يا باشمهندسين، اجي على الطرف اللي هو
A داش وعلى الطرف اللي هو B داش والC داش هوصلهم مع بعض، وهنا برضو هوصل A داش بB داش بC داش مع بعض وأوصلهم بالأرض مثلا، وأوصل هنا A داش وB داش وC داش مع بعض، واخدين بالكم؟ ويبقى في ثلاث أطراف بس الكهرباء اللي هو ABC، والتلاتة دول التانيين أوصلهم مثلا بالأرض أو ما شابه ذلك. يبقى أهو، يبقى أنا وصلت أدي ده A وده A داش، ده B B داش، ده C وده C داش. وصلت أنت أنا الـ A داش والـ B داش والـ C داش، وهنشوف بقى التوصيلة دي وصلتهم مثلا بالجراوند على الأرض مثلا عن طريق إيه؟ إيرسي. أجي هنا برضو في السكندري أعمل إيه؟ أوصل برضو إيه؟ الطرف برضو الـ A داش والـ B داش والـ C داش، وأوصلهم مثلا عن طريق الجراوند، وآخد الثلاث أطراف التانيين دول أوديهم إلى الإيه؟ اللود. طيب التوصيلة ديت حضراتكم، التوصيلة ديت إيه؟ نسمع نشوف اللي هيرفع إيديه، إيه التوصيلة ديت؟ بص أنا عمل إيه هنا؟ وصل الـ A داش بالـ B، والـ B داش بالـ C، والـ C داش بالـ A، يبقى التوصيلة ديت إيه؟ نستنى بقى نسمع حضراتكم تقولوا لنا التوصيلة. أول واحد رفع إيديه أهوت، اتفضل يا عبد الرحمن سيد، اتفضل. ستار يا دكتور. أنهي واحدة ستار؟ ما أنا عندي توصيلتين يا عبد الرحمن. توصيلة ستار. ما أنهي واحدة ستار؟ طب نشوف، طب ثانية واحدة نشوف بقى محمد حامي. اتفضل يا محمد يا حامي. هي كده ستار دلتا. البرايمري ايه يا محمد؟ الجزء ده يا محمد ايه؟ البرايمري ستار. ستار ليه؟ ليه نوصل A داش مع B داش مع C داش، تمام كده؟ انما السكندري ايه؟ وصل بداية بنهايات، بداية بنهاية، وصل نهاية ببداية اهو، وصل نهاية ببداية، وصل نهاية ببداية. يبقى انا ما فيش حاجة مش توصيلة اسمها ستار ولا دلتا، ده انا عندي توصيلتين، البرايمري موصله ستار نهايات مع بعض، والسكندري موصله ايه يا باشمهندسين؟ ها قول نهايه بالبدايه. اللي هي اسمها ايه يعني؟ دلتا. دلتا. الله ينور عليك. قول يا 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 امير يا اسامه. تمام يا دكتور، زي ما هو قال ستار دلتا. تمام، يبقى احنا هنا عندي البرايمري ستار والسكندري ايه يا باشمهندسين؟ والسكندري دلتا. تمام، نكمل الايه؟ ماشي. اتنين رافعين ايديهم دول هنسالهم دلوقتي تاني. حاضر، ثانيه واحده معانا. طيب التوصيله ديت ايه؟ بص كده معايا وشوف التوصيله ديت ايه. استنى نشوف الناس اللي ايه اللي رفع ايديها. اتفضل يا شريف محمد مختار، اتفضل يا شريف. دلتا دلتا دكتور. دلتا دلتا دل يعني ايه دلتا؟ دلتا الاول ديت اللي هي خاصه بالبرايمري اهي، ادي نهايه ببدايه، نهايه ببدايه، نهايه ببدايه، يبقى البرايمري دلتا. طب والسكندري اهو نهايه ببدايه، نهايه ببدايه، نهايه ببدايه، تبقى ايه؟ الشباب اللي عاملين له مش ميوت وعمال يصرخ. تمام، يبقى ايه يا باشمهندسين؟ يبقى دلتا ايه؟ دلتا دلتا. ماشي يا شريف، شكرا يا شريف. استنى بقى عن ميوت اهوت. دلتا دلتا برضه يا دكتور. تمام، الله ينور عليك. تمام، يبقى كده احنا عملنا ايه يا باشمهندسين؟ قلنا دلتا ايه؟ دلتا دلتا. طيب نيجي على اللي بعديها كده. فين اللي بعديها؟ التوصيله ديت ايه؟ ها حد يقول التوصيله ديت ايه؟ انميوت. قول يا كريم. ثانيه واحده بس، مش عارف انميوت، مش راضي يفتح يا كريم، مش عارف ايه. تمام كده. إيه؟ ايه يا كريم اتفضل. البرايمري دلتا. البرايمري دلتا والسكندري ستور. تمام، يبقى البرايمر هو نهايه ببدايه، خلاص تبقى على طول دي دلتا، وديت نهايات مع بعض، نهايات ايه مع بعض، تبقى ديت ايه؟ ستور. تمام كده. حد عنده اي مشاكل؟ حد عنده اي سؤال؟ اللي عنده سؤال يتفضل يسال. ها
اي سؤال يرفع ايديه ونخليه يسأل. الجزئية دي فيها مشاكل؟ تمام. ادي يا باشمهندسين الايه، ادي الجنريشن بيولد لي اهوت، ادي 3 فيز اهوت بالشكل دوت، وببدا اوصل ايه، اوصل ادي الترانسفورمرات اهيت، واوصل النهايات اهوت، ادي النهايات A داش وB داش وC داش مع الارض، يعمل لي التوصيله دي اسمها توصيله ايه، توصيله ستار. طيب يبقى انا عندي 3 فيز ترانسفورمر ممكن يتكون من ممكن اكونه من 3 سنجل فيس ترانسفورمر، واعمله بقى التوصيلات، لما اعمله ستار ستار، لما اعمله دلتا دلتا، لما اعمله ايه يا باشمهندسين، دلتا ستار، لما اعمله ستار ايه دلتا. يعني عندنا كده التوصيلات ممكن اعمل ستار ستار. يعني ايه ستار ديت؟ الاول ده اللي هي البرايمري، والثانيه ديت اللي هي المين يا باشمهندسين، السكندري، معلش السكند، تمام. فممكن اعملها ايه، ستار ستار، ممكن اعملها دلتا دلتا، ممكن اعملها ستار دلتا، ممكن اعملها دلتا ايه، دلتا ستار. وشفنا التوصيلات وحضراتكم ايه جاوبتوا في الجزء ده. ممكن ممكن ما يبقاش الترانسفورمر الثري فيز دوت ما يبقاش 3 سنجل فيز، امال يبقى ايه يا باشمهندسين؟ بيبقى محول كده يا باشمهندسين دي 3 رجول اهو، ادي هي ادي كده مثلا، معلش يعني بيبقوا سيمتريك بس يعني حقت عليا، نجيب اسكيكه كده من اصل برضه هي مش حلوه قوي. ماشي طيب، يبقى 3 ده كده، ده الكور، ده كده مش منسين الايه، الكور، تمام. الكور اللي هو ايه، يبقى الكور ده حديد، ده كده الكور بتاعنا خلاص كده. واجي بقى يجي يعمل بقى يلف الملفات، يلف الملفات ازاي، لف، يعمل بقى هنا ادي الملف اهوت دوت بتاع فازه، وادي السكندري بتاعه، تمام. معلش نخليه بلون تاني، نخليه نمسح دوت كده. ادي ادي ده الثلاثة دول اللي هم الايه؟ البرايمري اهم، ادي ايه؟ ادي الملف التاني، اسف. ادي الثلاثة دول يا باشمهندسين، معلش. اهو ادي البرايمري، ادي الثلاثة البرايمري اهم، اهم الزرق دول. دي الفازة مثلا ار، ودي الفازة اس، ودي الفازة ايه؟ تي، كل فازة ليها طرفين. ويجي فين السكندري بقى؟ يجي السكندري يعمل ادي 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 السكندري، ادي بتاع الفازه ار، وادي بتاع دي الفازه اس، وادي بتاع دي الفازه ايه تي. يبقى عمل لي كده، ده طريقه ثانيه ان هو يعمل بيها 3 فيز ايه ترانسفورم. طب الثلاثه دول يودوهم فين يا باشمهندسين؟ يودي الثلاثه دول ثانيه واحده على الجنريتور، ادي الجنريتور اهوت، ها دي ثلاث اطراف اهوت، ها يودي اهوت اهيت، يروح كده ويروح كده هنا كده، ويروح على الفازه بتاعت البرايمري. خلاص عاوز تعمل ستار، ماشي عاوز اعمل ستار، اخد الطرف النهايات دوت مع النهايه ديت مع النهايه ديت، عملت كده ايه ستار. طب الثاني انا عندي اللود اهو، 3 فيز لود، 3 فيز لود، خلاص تاخد اهو الثلاث اطراف ده كده وده كده وده كده، وعاوز تعمل مثلا برضه ستار، خلاص تاخد النهايه ديت بدايه ونهايه، او النهايه ديت والنهايه ديت مع بعض، خلاص كده. يبقى وصلت انا كده ده ستار ستار، عن طريق ان انا اوصل ايه، طبعا الثري فيز لود دوت عامل ازاي يا باشمهندسين، خدتوه اهوت في السيركت اهوت بالشكل ده كده اهو، ادي الثلاثه. يعني انت لو مسحنا مثلا فيز اندكشن موتور، اي حاجه بقى من كده يعني، يعني لو مسحناه كده يا باشمهندسين ممكن نعبر عنه اهو، باشمهندسين ممكن نعبر عنه اهوت، ادي اللود اهو، ادي الثري فيز لود اهو. ادي 3 فيز لود مثلا بالشكل ده، سواء دوت بقى هيتر لو ار وال مثلا، تبقى دوت عباره عن موتورز او ما شابه زي كده.
يبقى انا عندي دوت الايه الترانسفورمر بيتعمل ازاي، بيتعمل سواء قلنا ستار 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 دلتا دلتا ستار، وقلنا عبارة عن ثلاثة سنجل فيس ترانسفورمر او ترانسفورمر بالشكل دوت كذا ايه 3 ليجز ثلاث رجول، وعلى كل ليج يا باشمهندسين احنا ما بنحطش بقى الصراحة الفازات فوق بعض كده، لا بنحطها مش بنحطها اسف يعني دي فوق ودي تحت، لا بنحطها بنحط الاول الفازة اللو فولتج وبعد كده نحط الهاي فولتج فوقيها، بنحط الاثنين اللو فولتج قريبه من الليج والهاي فولتج بعيد عن الايه بعيد عن الليج، هنشوفها بعد شويه في في الباوربوينت معلش بقى. تمام تمام يبقى هنا عندي هي يا باشمهندسين ادي الاطراف اهوت ادي ادي ديت ده الملف الاولاني ده اكنه ده الترانسفورمر الاولاني السنجل فيس ترانسفورم، ده البرايمري بتاعه السكندري وهكذا الثاني ده برايمري والسكندري وده البرايمري والايه والسكندري، وعندي ال 12 طرف ونقدر نغير ده بغض النظر. يعني الموضوع الثاني اللي هو الكونستراكشن بتاع الترانسفورمر، السنجل فيس ترانسفورمر سيادتك يعني على راي الدكتور جيلاني عامل كتاب برضو في المحولات السنجل فيس كويس، الثري فيس ترانسفورمر دوت بيقول لك انا كنت متخيل ان انا لما اروح الموقع هشوف المحول زي السنجل فيس كده عباره عن كور وملف يمين وملف شمال، فلما راح الموقع لقى الايه لقى الدنيا مختلفه، شاف ايه يا باشمهندسين؟ ها ثانيه واحده طيب ثانيه واحده سامعني؟ رد علي حد يرد علي سامع حد سامعني ولا اكتب يا كريم اكتب يا عم على الشات. تمام تمام الله ينور تمام. ادي جه بقى هو يروح قبل كده راح يشوف كده الموقع بعد التخرج لا هو دوت الثري فيز ايه هو ده الثري فيز ترانسفورم. ايه ده فين بقى الملفين البرايمري والسكندري وايه الحاجات الرهيبه ديت؟ يقول لك اول مره ده دكتور يعني كبير في هندسه القاهره يقول لك اتصدمت لما شفت الايه الترانسفورم، هو ده الترانسفورمر اللي احنا بندرسه ملفين. اه تعالى بقى نشوف ايه الايه التركيب بتاعه بقى، تعالى نشوف الكونستراكشن بتاع تركيب الثري فيس ترانسفورم. اول حاجه سيادتك دلوقتي انا الترانسفورمر دوت جهود عاليه، يعني ايه جهود عاليه؟ الجهد يعني الجهد عالي يعني 500 كيلو 11 كيلو تمام. طيب ماشي تمام، فانا الترانسفورمر دوت يا باشمهندسين لو انا عملته لو انا عملته في هواء هحتاج اعمل كبير جدا جدا، والملفات ديت بعيد عن بعضها، ادي الانسان اهو يبقى صغير كده ها، وادي الترانسفورمر رهيب وادي الملفات اهي الايه. ليه اعمله كده؟ لان انت عاوز الجهد، الفرق بين البدايه ده الجهد هنا صفر، الجهد بتاع بدايه الملف ده جهده صفر صفر فولت، وعاوز تعمل الطرف الثاني ده 500 كيلو فولت، واخد بال حضرتك؟ فانت لو عملت العزل هوا لازم أن تعمل المسافه ديت كبيره جدا عشان خاطر تعمل العزل يا باشمهندسين العزل هوا. طب نعمل ايه بقى؟ اه فبيبدا يعمل يحط العزل دوت في عازل اقوى من الهوا اللي هو الاويل اللي هو الايه اويل زيت يعني زيت عازل كده يحط، فبيعمل ايه عشان يحطه في الاويل وعشان خاطر برضو الجهد العالي والتيار ده بيزود درجه الحراره، فالاويل ديت فبيحطه في اويل يحط المحول دوت مثلا ادي محول اهوت يا باشمهندسين ليه طرفين طرف منهم 500 كيلو فولت نفترض يعني، فيبدا عاوز يحط كله في زيت عازل علشان خاطر يقلل المسافه بين الطرف ده والطرف ده ويقلل المسافه بين برضو الطرف ده والطرف ده، واخد بال حضرتك؟ ويقلل المسافه بين الايه؟ بين المسافه كلها، فيعمل ايه يا باشمهندسين؟ يجي يحط كده تانك كبير خالص، يجي تانك كده تانك كبير خالص، التانك ده ماله؟ يملاه ايه؟ يملاه زيت، ثانية واحدة اهو، يملاه لك زيت. ركز معايا في القصة دي عشان دي قصة مهمة جدا جدا. ملا التانك ده ايه؟
زيت كده هو ده زيت كده يا باشمهندسين، ها ده زيت عازل ومبرد في نفس الوقت، بيبرد الملفات لان الملفات بيمشي فيها تيار كبير، ها فتملها فتسخن. والحاجة التانية عاوز ايه؟ يقلل الجهد، يقلل المسافات، فبيحط زيت عزله اعلى من عزل الايه؟ اعلى من عزل الهواء 3-4 مرات، فيقلل المسافة 3-4 ايه؟ مرات. ايه اول خطوة عمل؟ بعد ما عمل كده يا باشمهندسين يبقى عمل جاب تانك، يبقى هو جاب تانك كده، يبقى اول حاجة عندي كور، تمام. الكور دوت ما بقاش بيبقاش سنجل فيز طبعا كده، ده بيبقى 3 فيز، المهم يعني 3 كور يعني قصدي، بيبقى 3 كور اهوت اهوت، وادي الايه وكل كور عليه الايه عليه البرايمر والسكند وما شابه ذلك. جاب ايه؟ جاب تانك وحط فيه زيت ومغطس الايه الكور بالوايندنج بالملفات جوه التانك. الزيت ده ليه خواص، الزيت الاويل دوت يا باشمهندسين ليه خواص. ايه الخواص بتاعته؟ الخواص بتاعته كالاتي، ان هو اول ما بيتعرض للهواء بيمص الرطوبه، يبص الميه اللي في الهواء، ولما يبص الميه في الهواء العزل بتاعه بيقل جامد جدا. يعني احنا العزل بتاعه احنا كنا مثلا بنعمل اختبارات بيبقى في جهاز اختبار كده بيبقى مثلا المطلوب العزل في حدود 60 كيلو ايه فولت، يعني بيجيب كورتين كده يا باشمهندسين ويحطوا بينهم الزيت، كنت جهاز صغير كده يعني جهاز بناخده في اخر ثلاث محاضرات ولا محاضرتين، يحط زيت ويسلط جهد فيوصل الجهد ده ل 60 كيلو فولت من قبل ما يكسر العزل بين الايه الكورتين دول. طب لو حطيته كده في عرضت الايه عرضت الزيت دوت لهواء ينزل من 60 كيلو ل 5 كيلو فولت العزل بتاع الايه العزل بتاع الزيت في الاختبار بتاع الزيت ده، يعني بينزل 12 مره واقل كمان، تمام. طب يعني ايه الهدف؟ يبقى الهدف لازما اعزله عن الهواء. احنا مره كنا في دمياط وكنا بنكرر الزيت دوت وبنضخه جوه الترانسفورمر، تمام، وجبنا تانك وحطينا زيت في تانك وقعدنا نعمل حاجه اسمها بيوريفيكيشن يعني للزيت اللي هو اعاده تكرار للزيت بحيث ان احنا ننضفه من الرطوبه، وصلناه ل 60 كيلو فولت، وصلنا ساعتها العزل بتاعه 60 كيلو فولت، تمام. روحنا وجينا تاني يوم جينا نقيس العزل لقينا كام؟ لقينا العزل يا باشمهندسين وصل من 60 تاني يوم ل 15 كيلو. ما كناش معرضينه للهواء ولا حاجه، احنا كنا حاطينه في تانك مغلق، بس التانك دوت ما بقاش الاغلاق بتاعه محكم فبيسرب شويه ايه، واحنا في دمياط بقى على البحر ورطوبه عاليه فبيمص الايه يمص من اي حاجه فتحات صغيره اي حاجه صغيره فنزلوا ال 15 كيلو فولت. كل اللي عملناه في اليوم اللي قبليه قعدنا نكرره تاني قبل ما نضخه في الزيت ده بيتكرر، يعني بنزود بنشيل منه الرطوبه قبل ما بنحطه في الايه في المحول. فما كده محتاجين ايه يا باشمهندسين؟ نقفل التانك. قفلنا الايه يا باشمهندسين جبنا قلنا خلاص يبقى التانك دوت زيت، يبقى نقفل الايه التانك ما نعرضوش للهواء. قفلنا التانك كده الزيت قفلناه جامد جدا، يبقى عملنا تانك الاول احتاجنا الزيت عشان نعزل ونقلل المساحه ونضيق الدنيا كده العزل والتبريد. تاني حاجه لقينا الزيت دوت بيتاثر بالهواء والعزل بتاعه بيقل يبقى زي قلته، خلاص يبقى اقفل التانك دوت قفله جامده جدا. وبعد ما تقفل التانك قفله جامده ايه اللي يحصل؟ تمنع رطوبه الهواء ان هي تخش، تمام. عملنا كده، بعد ما عملنا كده لقينا الزيت دوت بيحصل ايه يا باشمهندسين؟ بيتمدد مع الشمس وينكمش مع الليل، ويتمدد في الصيف جامد جدا وماله، وبينكمش في الشتاء جامد جدا، وبالنهار في الشمس تلاقي الزيت ده بيتمدد وبيجي عليه الليل اول ما يسقع ينكمش، فلقينا بيعمل ايه؟ يجي يتمدد والتانك انت عامله بالظبط على قد ايه بالظبط، خلاص كده قوم يكسر الايه يا باشمهندسين؟ يكسر التانك، الله. لو بعد ما يجي ينكمش قوم يشفط الايه الصاج بتاع التانك ده لجوه، فالتانك المغلق ده طلعت فكره برده مش ايه مش كويسه،
بنعمل ايه؟ قام قالوا خلاص نعمل الاتي، نيجي نعمل حاجه اسمها تانك اضافي. ركز معايا، يعمل تانك ايه؟ طب ثانيه واحده يا باشمهندسين، دكتور علاء عبد الرازق بيتصل، هرد عليه. انتوا ايوه ايوه يا شباب. ايه وصلنا برضه. طيب ماشي، ما فيش مشكله. ماشي، السلام عليكم. ثانية واحدة بس نسيبه. تمام، عاوزين نسأل سؤال بس للناس عشان في حوار مع بين أعضاء التدريس. معلش أنا هفتح الصوت بس نتكلم بس ثانية واحدة في الموضوع دوت ونرجع تاني. أنميوت قول. تكلفة دخولك على المحاضرة تقريبا بتبقى كام؟ انا اعتبر المحاضرة 3 ساعات. اللي معاه كم واحد معاه نت وكم واحد بيقعد يشحن عشان يخش في المحاضرة؟ فعاوزين نعرف التكلفة تقريبا كام، عشان هم بيقولوا الطلبة والطلبة كذا وكذا. طيب ماشي، ثانية يا محمد يا شحات. تمام، فبنقول التكلفة تقريبا كام؟ انا اسمع ال بيقولوا انتوا بتتكلفوا فلوس كتير عشان ها دكتور. هو ممكن توصل 3 جنيه بالكتير. سيشن على بعضها لو 3 ساعات بتخش في 200 ميجا بايت. طب مش انا حاسبها قبل كده، انا حاسبها قبل كده. تكلف كام قصدي؟ فلا من 200 ميجا انت بتتكلم يعني اللي فيه الكارت الفليكس بيدي 450، ده ب 10 جنيه بيدي 450 ميجا. فهتتكلم 3 جنيه ونص. 200 ميجا 5 جنيه. 3 جنيه ونص، لا مش هكمل 5، اقل من 5. يا دكتور الفكره مش في فلوس، الفكره ان في اماكن الشبكات فيها وحشه. اه يعني في اماكن، يعني انا دلوقتي بسمع صوت ديت، وفي اماكن الشبكه فيها حلوه. ما هو انت مش واخد بالك، انا بنتي في حاسبات بعتوا لها باور بوينت وقالوا لها ايه، ذاكروا الباور بوينت ده سيلف 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 ليرن، فاهمني؟ والحلول الثانيه حلول وحشه مش حلول حلوه. سيلف ستارت. هو في وجهه نظر ثانيه، وجهه نظر ان زي ما في اماكن قليله الشبكه فيها وحشه، برضو احنا في المدرج في اماكن بعيده الناس مش بتخاف من الكبور او مش يا عم ده اللي بقوله. بقول لهم يا جماعه الطالب عشان يجي الكليه بيدفع له 20 جنيه. طب وايه بدل ما يجي الكليه ويدفع 20 جنيه في النت؟ مش قصه يعني، يعني دي بسيطه يعني، هو الدنيا بسيطه عند الناس. بيتناقشوا يعني في تكلفه كده. اه بيتناقشوا ان التكلفه دي كبيره على الطلبه، فاحنا عشان كده مش عاوزين يعملوا. طب هو لو عكس يا دكتور ده مش الحل البديل. ايه يا دكتور؟ واحد النت عندي ما فيش حل بديل. الحل البديل يقول لك هنرفع باور بوينت للطلبه والطلبه تذاكرها. لا انت يا دكتور، دكتور ما ينفعش مثلا يكون الحل البديل ان حضرتك تسجل المحاضره، وان اللي ما عندوش شبكه مثلا اي مكان فيه نت احسن. ماشي يا شباب، عشان نتفاهم مع الدكتور برضو عايزين نسجلها اي حاجه نسال فيها الدكتور. بعدين ما انا محاضره متسجله، ما خلاص مش عليها يعني. قصدي هتلاقي ايه؟ وبعدين تسجيل المحاضرات لكل الدكاتره فيها صعوبه، غير ان انت يشرح، هو متعود يشرح مش عارف كده يعني. طيب خير ماشي، ممكن بس الدكاتره تسمح لنا نسجل يبقى المحاضره شغاله وفي التلميذ بيسجلها ويديها لزمايله اللي عندهم مشكله. ماشي كويس، الله ينور عليك. في ريكورد اصلا، في امكانيه ريكورد في بالظبط، في ريكورد بس حضرتك لازم تقلقوا ان اي حد يسجل بس. اه هنقلقوا بقى. لا ما احنا بنسجل برضو من الشاشه يعني، انت ممكن تنزل اي ابلكيشن وتسجل. سجل يا عم بسنجل. تمام ماشي، برضو اكتبوا لنا على ال تكلفة كذا عشان اوريها للدكاترة. ماشي شكرا، نكمل بقى الايه، نكمل بعد اذنكم المحاضرة. تمام وصلنا احنا خلاص. ماشي يا سامي.
هنكمل المحاضرة وبعد كده نشوف ال طب نشوف سامر بس عشان ما ازعلش. اتفضل يا فين سامر يا ولاد؟ اتفضل يا سامر. استنى هو اللي عامل نفسه؟ اه ماشي خلاص نكمل. طيب طيب نكمل. فاحنا قلنا يا باشمهندسين قلنا احنا مالنا، يبقى احنا عندنا الاول عندنا الاول يبقى عندنا ترانسفورمر في الاول كده، ادي الترانسفورمر اهوت وليكن اهوت 3 فيس ترانسفورمر اهو، ادي ملفات البرايمري والسكندري اهيت، ادي البرايمري وادي السكندري، ادي البرايمري وادي السكندري. الجهد عالي فقلنا ايه حطيناه في تانك، حطينا الكلام ده في تانك والتانك ده قفلناه. بعد ما قفلناه ايه اللي حصل؟ وبلينا زيت، ملينا التانك ده زيت اهو، زيت اهوت التانك ده مملوء بالايه الزيت، والزيت ده للتبريد والعزل. قلنا الزيت ده بيتمدد وينكمش، فلما تمدد ايه اللي حصل له؟ كسر الايه، كسر التانك. فبنعمل ايه؟ قلنا نعمله حاجه اسمها ايه، التانك اضافي، يعملوا تانك اضافي. جه على جنب كده يا باشمهندسين وجه عملوا كده وعملوا تانك ايه، تانك اضافي بالشكل ده كده اهو، معلش الرسمه وحشه، تانك اضافي بالشكل ده كده. ومالوا التانك دوت الاضافي ده مش كله بقى، مش مالوش كله زيت، عملوا ايه؟ جمع التانك الاضافي دوت ثانية واحدة بس ارسمها كويس. جه على التانك الاضافي وعمل ايه يا باشمهندسين؟ جمع التانك الاضافي، ادي التانك الاضافي اهوت، معلش جمع التانك الاضافي وقاموا مالوا التانك الاضافي ده كده اهو، زيت اهو، مش كله، جزء منه مالوه زيت بالشكل ده. بحيث يحصل الاتي، لو حصل ان الزيت تمدد ايه اللي يحصل لما الزيت يتمدد؟ ها الزيت هيعلى الجزء اللي فوق دوت فاضي، هيعلى مش هيقفله كله يعني، هيعلى. لما يحصل ان الزيت بينكمش ايه اللي يحصل يا باشمهندسين؟ الزيت ماله؟ هيقل شويه في التانك الايه؟ التانك الاضافي. تمام كده؟ قل شويه في التانك الاضافي. يبقى كده اديت مساحه لان هو يحصل ايه؟ يحصل تمدد ويحصل ايه؟ انكماش للزيت. تمام. طب لما يحصل بقى، ما الجزء الباقي ده فيه هواء مثلا نفترض، او فيه او فراغ او هواء اي حاجه يعني، الجزء ما ينفع يبقى فيه هواء عشان خاطر يبدا يتمدد وينكمش. فالجزء الباقي ده، الجزء اللي هنا ده، الجزء اللي هو الجزء الموجود هنا يا باشمهندسين ده عباره عن هواء. تمام. ده مثلا هواء، عملنا الهواء دوت فلا هيتضغط عليه، المفروض الهواء ده يطلع بره التانك، وبعد ما يضغط عليه وهو بينكمش هيسحب هواء. فالمفروض اعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه يتنفس منها الايه، يتنفس منها الكونزرفيتور دوت. يتنفس منها ازاي؟ تسمح بالهواء يخرج والهواء يخش. الهواء ده احنا قلنا الهواء ده فيه مشاكل، فيه رطوبه، فيه ميه، فيه كذا. فبنعمل حاجه اسمها ايه يا باشمهندسين؟ نيجي هنا بقى في الجزء ده كده ونعمل بقى كده ماسوره، واخد بالك انت؟ ها؟ ونعمل حاجه اسمها ايه؟ البريثر يونت، وحده التنفس، ونحط هنا حاجه البريثر يونت دوت، ونملاها حاجه اسمها ايه؟ سيليكا جيل. نملى البريسر يونت ده سيليكا جيل، ونعمل من تحت هنا بقى شبكه كده، الشبكه ديت من هنا مفتوحه بحيث ايه بقى، والحته ديت مفتوحه برضو، الحته ديت مفتوحه على الايه؟ خلاص؟ مفتوحه على ايه؟ مش مفتوحه على الزيت، لا مفتوحه على كاوتش زي كاوتش العربيه كده اهو، ده كاوتش عربيه. خلاص كده؟ والباقي ده زيت، خلاص يبقى انت الهواء حطيته في كاوتش عربيه. أول ما الزيت يا باشمهندسين، أول ما الزيت
هيبدأ يتمدد قوم يزق كاوتش العربية دوت كده لفوق قوم الهواء يخرج منه يخرج عن طريق البريثر يونيت ده الهواء يخرج. طيب أول ما الزيت يبدأ ينكمش فيشد الكاوتش العربية يكبره فالهواء يبدأ يخش منين يخش من بره أدي الهواء يبدأ يخش من بره عن طريق الإيه البريثر يونيت ده لما الهواء يجي يخش على مادة اسمها الإيه السيليكا جيل. هدف المادة السيليكا جيل ديت ده اسمها وحدة البريثر يونيت. هدف السيليكا جيل ديت تعمل إيه تاخد الرطوبة من الهواء فالهواء يطلع لي هنا بقى إيه هواء جاف يطلع هي دوت هنا في الجزء ده هواء جاف ومش هيخش على الزيت ده هيخش على إيه على الكاوتش بتاع العربية دوت اللي هو بيخش على الكاوتش وبينه وبين الزيت بينه رغم ان هو هواء جاف ما فيهوش رطوبة ولا حاجة بس بينه وبين الزيت برضو ايه كاوتش حاجز بينهم عشان خاطر ايه يمنع الايه يمنع التلامس بين الهواء وبين الزيت. يبقى دوت يبقى ده اسمه ايه ده اسمه الكونسيرفيتور تانك ودي اسمها ايه يا باشمهندسين البريثر يونت اللي هو وحدة التنفس البريثر ايه يونيت دي وحده التنفس وده اسمها ايه يا باشمهندسين السيليكا ايه السيليكا جيل تمام. طيب ودوت اسمه ايه ده اسمه الكونسيرفيتور تانك الكونسيرفيتور تانك وده اسمه ايه يا باشمهندسين ده اسمه تانك وده اسمه ايه يا باشمهندسين اللي جوه اسمه ايه اوي. حاضر هنشوف الناس اللي على الشات نشوف عاوزه تسال بتقول ايه. طب واحد هو بعمل كده ليه ايه الهدف من الحوار ده كله انا دلوقتي يا باشمهندسين لو قلنا الجهد 220 كيلو فولت بين الطرف ده والطرف ده نفترض يعني 220 كيلو فولت هيعمل لي ترانسفورمر قد الجامع كده حاجه رهيبه جدا اللي انا عملته في الهواء فانا عاوز اقلل المساحه فحطيته في زيت الزيت دوت ماله عزله اقوى من الهواء حوالي 3 4 5 مرات 6 مرات في الحدود دي ويصل لاعلى من كده فهقلل المساحه الكبيره دي عن طريق ان انا احطه في زيت فقلل الزيت عازل بيعزل بين بيعزل الجهود العاليه حطيته في زيت لما حطيته في زيت الزيت ده قلنا لقينا بيتاثر ببخار الميه فمنعنا قفلناه في تانك قفلنا التانك لقينا بيتمدد وينكمش فيكسر التانك فعملنا له تانك احتياطي التانك الاحتياطي دوت بحيث ان هو بحط فيه مش كله زيت بحيث يتمدد فيه عادي وينكمش فيه عادي في التانك الاحتياطي ده. طب التانك ده عشان يتمدد وينكمش الضغط بتاع الهواء هيكسره لي قمت عملت له وحده اسمها وحده ايه وحده تنفس فمصوره كده واخرها حاجه اسمها سيليكا جيل ها وخليه وحده بحيث الهواء يخش ويطلع منها عادي بس والهواء بيخش بيعدي على السيليكا جيل ده بيمص الرطوبه فيبقى الهواء جاف ما يخشش على الزيت على طول بيخش على كاوتشه تحميه تمام. في حاله لو حصل بقى جوه هنا في الايه في شورت سيركت هنا جوه في الايه يا باشمهندسين شورت سيركت في الايه الملفات الداخليه فدرجه الحراره بتعلى جامد جدا لما درجه الحراره بتعلى جامد جدا الزيت بايه هيتمدد جامد وهيكسر مين يا باشمهندسين وهيكسر ايه الايه هيكسر التانك فبعمل نقطه ضعيفه في التانك دي فكره مشهوره في كل الحاجات يجي هنا في التانك يا باشمهندسين يعمل ايه يا باشمهندسين يفتح هنا فتحه صغيره هنشوف دلوقتي اهوت يعمل ادي اسف اهو ادي ادي التانك اهو يا باشمهندسين يجي يعمل ايه بقى يجي يعمل كده زي ماسوره زمان دي كانت زمان يعمل ماسوره كده يا باشمهندسين ويجي يعمل كده ويحط هنا حاجه ضعيفه ازازه زجاج مثلا الزجاج دوت ها خلاص هيقفل التانك عادي مفيش مشكله وادي مثلا مستوى الزيت اهو يوصل نفس مستوى التانك ده مستوى الزيت المهم يعني ادي نفترض الزيت اهو كده ويحط هنا ازازه ازازه ضعيفه
اول ما الزيت دوت يبدا يفور يا باشمهندسين نتيجه شورت سيركت، نتيجه هنا مثلا حصل شورت سيركت، انت لو قفلت الدنيا جامد حصل شورت سيركت قوم التانك ده هينفجر. فبيعمل هو خلاص بقى، هو مش عاوزه ينفجر، هو عاوز نقطه ضعيفه فيها اللي تتكسر. فاول ما يحصل شورت سيركت والزيت ده زيت جامد جدا، فالزيت دوت بيجي على الازازه دي ضعيفه يا باشمهندسين، يحصل ايه؟ يكسر الازازه ديت والزيت يطلع بره التانك. هتقول لي طب وده حلو؟ ايوه، احسن ما يكسر التانك نفسه، يشرخ التانك يبقى التانك كله باظ، فاهمني؟ او كسر ازازه، في الاخر انا هجيب حته ازازه مكانها تمنع لي في الاخر الايه، تمنع خروج الزيت، وفي نفس الوقت هي ضعيفه اضعف من التانك، فالسله تتكسر وسهل ان انا اغيرها. دي بيسميها الايه يا باشمهندسين؟ دي بيسميها البريشر ريليف، يعني لما الضغط يزيد هي دي الجزء اللي بيكسرها. دلوقتي بقى في جهاز صغير كده بيحطوه على سطح، ما بقاش ده، كان زمان بيحطوه على السطح كده، بيسموه البريشر ريليف. برضو ايه ضغطه ماله؟ ليه فتحه كده يا باشمهندسين. اول ما الضغط يزيد، اول ما ضغط يزيد، ضغط الزيت جوه التانك يزيد، يفتح الفتحه ديت يطلع الايه، يطلع الزيت بره الايه، بره التانك بتاع الترانسفورمر. يبقى خدنا حاجه اسمها ايه كده، الاويل والتانك وقلنا الايه، الكونزرفيتور والبريتر يونت والبريشر ايه، البريشر ريليف. تمام، انا بقى ركز معايا اخر حاجه من مكونات الترانسفورمر. الترانسفورمر دوت في ناس بتتعامل معاه، يعني ده واحد راجل اهوت ساند على الترانسفورمر مثلا، اهوت بينظفه بيعمل اي حاجه، تمام كده، تمام، بياكسس عليه بيتواصل معايا. لازم الجهد بتاع الترانسفورمر بالجسم بتاع التانك ده كام؟ لازم جسم التانك دوت يبقى متقرب، يبقى جهده الفولت بتاع التانك ده بصفر، والا الراجل الكهرب. ما هو لو التانك ده عليه جهد والراجل جاي بياكسس عليه لاي سبب، الراجل ده هيتكهرب. تمام تمام. طيب والخارج ده يا باشمهندسين، الخارج ده جهده كام؟ جهده 220 كيلو فولت. الله، والجسم ده، الجسم ده جسم، ده جهده كام؟ صفر. فانت عشان تخرج 220 والجهد ده صفر، يستحيل هيتكسر. فبنعمل ايه؟ نحط بقى الخارج ده في حاجه اسمها البوشنج. نعمل هنا عازل ضخم كده يا باشمهندسين، ها عازل ضخم كده، وندخل السلك ده جوه العازل الضخم دوت، ها، عشان خاطر يعمل العزل بين الجسم بتاع الترانسفورمر اللي جهده صفر وبين الطرف دوت اللي هو جوه 220 كيلو فولت، وانا عاوز اخرجه بره التانك، والطرف ده هيتنيه جوه التانك، عاوز اخرجه بره التانك عشان اعمله على الترانسميشن لاين. فنعمل كده يا باشمهندسين عازل، يسموه العازل ده اسمه الايه يا باشمهندسين؟ هنا كده هو جاي خارج، نحط له كده عازل كده يخش جواه وهو جوه، ويطلع من الناحيه الثانيه اوصله بالترانسميشن لاين. الجزء دوت كده اسمه الايه بس يا باشمهندسين؟ اسمه البوشي. تمام، لو الاويل دوت سخن بنعمل ايه؟ نعمل له حاجه اسمها الراديتورز. ده فكره الراديتورز، الراديتير يعني بتاع العربيه، ان انا بوصله بزعانف. الزعانف ديت مالها؟ الزعانف ديت بتبرد الايه، الزيت يخش بالزعانف ويطلع من الناحيه الثانيه بحيث ان هو يبرد، والزعانف ديت تسمح بتعرض مساحه كبيره من الزيت للهواء، فيحصل ان انت مالك تبرده. فيبقى هنا في زعانف اسمها راديتورز، الزيت يخش فيها ويطلع بحيث ان هي ايه، يتهوى الايه الترانسفورمر ده. تعال نشوف بعد ايه، نبص على اجزاء الترانسفورمر ونسمع ايه اسئله حضراتكم في الموضوع. تمام، هنشوف اهوت الايه. اهوت ادي عندي، عندنا اهوت يا باشمهندسين، ادي الكوره اهوت، وادي مثلا البرايمري والسكندري ايا كان، وادي هو ديت ايه ده؟ دوت الايه؟ البوشنج اهو، تيرمينال بوشنج اهو. ده هدفه ايه؟ يخرج الجهد العالي من هنا عبر، وده التانك دوت جهده صفر، تمام؟ وادي التانك. طب وايه ديت؟ ديت الزعانف، ايه هدفها؟ ان الزيت يمشي فيها فيتعرض كميه من الزيت، مالها يا باشمهندس؟ هنا الزيت اللي هو البارد، او وهنا الزيت اللي لما بيسخن، فيبدا يحصل ايه؟ يلف جوه الايه؟
يخش الزيت السخن يطلع فوق، لما يطلع فوق يجي يخش في الزعانف ديت، الزعانف ديت احيانا بيحطوا لها موتور هنا تزق الزيت يعني خلاص، فيتعرض للهواء يبرد ينزل تحت وهكذا يبدا بيلف بالشكل ده. تمام، ايه دوت؟ دوت يا باشمهندسين الكونزرفيتور ايه؟ تانك، والجزء دوت بيبقى ايه؟ هواء. الهواء دوت بوصله على ايه؟ بوصله على البريسر يونت، وحده الايه؟ التنفس بتاعه. ده حاجه اسمها بخرج ليه؟ هناخده بالتفصيل، ده حاجه ايه؟ عشان خاطر في حاله الايه؟ حمايه الترانسفورمر. اهو ده شكل تاني اهوت، ادي دوت المحول من جوه، كل الاصفر دوت عباره عن الزيت، ده التانك بتاعي، دوت عندي هنا الكونزرفيتور تانك اهوت. طيب الكونزرفيتور تانك ده فيه حته ماسوره اهي واصله اهيت كده، واصله بحاجه اسمها ايه؟ البريثر. البريثر يونت ده جواه حاجه اسمها ايه؟ سيليكا جيل. دوت هذا ده حاجه عشان تقيس بقى درجه الحراره، وده عشان يقيس مستوى الايه؟ الزيت. عشان يطلع بقى الاطراف، فبيطلعها عن طريق الايه؟ البوشنج، يطلع الاطراف، لان جسم التانك دوت جهده صفر، والجهد اللي هنا ده او هنا ده 220 كيلو فولت، فازاي انت هتعدي من جوه بقى بتدخل الايه؟ الملفات ديت على ايه؟ جوه البوشنج وهو طالع. تمام؟ ده طلعت دوت على حاجه اسمها ايه؟ الرادياتورز. الرادياتورز ديت احيانا بتبقى عليها مراوح عشان خاطر تبرد، دي زعانف بتعرض جزء كبير من الزيت للهواء، واحيانا يحطوا هنا بامب يسحب الزيت وايه؟ ويضخه. يسحب الزيت ايه؟ من هنا يضخه هنا يا باشمهندسين، فيتضخ يجي هنا الزيت سخن ينزل هنا يتعرض للهواء، اما يتعرض للهواء يبرد، ودوت بايه؟ بيسحب الزيت ويضخه بالشكل ده. وده البريشر ريليف، قلنا ده الشكل الجديد. اول ما الضغط يزيد جوه قوم ايه؟ يفتح بلب. البلب دوت ايه اللي يحصل؟ يطلع الزيت الايه؟ عشان الضغط دوت ما يكسرش الايه؟ ما يكسرش التانك. وانا بيحط حاجه اسمها سي تي هم شبه زي. تعال نشوف مثلا ايه؟ شوف كده، شوف الفيديوهات دي هتشتغل ولا ايه؟ طيب هنشوف كده ال هنشوف الفيديوهات ديت ثانية واحدة. طب ثانية واحدة بس أشغل ال تمام. ده يا باشمهندسين ايه؟ فيديو هاية بتوضح الايه؟ التركيب الثري فيس ترانسفورمر. ادي دي القاعدة يعني، يبدا يحط عليها الايه؟ الكور. بدا يحط عليها الكور اهوت. الكور طبعا ده بيبقى شرايح،
نتجمعها بالشكل ده، ما بقاش حتة واحدة. تمام تمام، ادي حط الشرايح. طبعا برضو هي طريقة الحط مش كده يعني، بس فيديو توضيحي اهو. عمل الكور عبارة عن الشرايح، تبقى عادة مفتوحة من فوق يعني، بحيث ان هو بينزل فيها بيسقط فيها الملفات مش كده. بيبدأ يقفل عليها، ادي الملفات دي، ملفات دايما اللو فولتج خلاص، ويحط عليها عزل، ويحط بعد كده ملفات الهاي فولتج. طبعا ملفات الهاي فولتج بيبقى عدد اللفات بتاعتها اعلى من اللو فولتج، اللو فولتج ملفاتها اقل والتيار بتاعها كبير. يبقى هو حط كده الملفات اللو فولتج، وبعد كده حط عازل، وبعد كده لف ملفات الهاي فولتج. جاب تانك، ادي التانك اهوت، حط فيه مين؟ المحول اللي هو وقفل التانك بالشكل دوت. تمام، جاب بعد كده الايه كونزرفيتور تانك الاحتياطي، وحط عليه حاجه تقيس الايه الليفل بتاع اويل ليفل، اويل ليفل. جاب حط البريثا يونت اهو بالشكل دوت، ودي لونها ازرق يعني كويسه ما فيهاش رطوبه. تمام، حط حاجه اسمها بوكلوز ريلي دي للوقايه، هنشرحها بالتفصيل. ده اسمه بوكلوز ريلي مش بوكلوز، بوكلوز. تمام، ده هنشوف ده ليه وظيفه، ان هو بيحمي الايه الترانسفورمر في حاله لما يحصل شورت سيركت داخلي، بنعرف منه حسب الغازات يعني اللي في البوكلوز دوت ان هو شورت سيركت يعني، دي ليها تفصيله. تمام، يبدا يحط ده البوشنج اللي هو بيخرج منه الاطراف بتاعه الايه، اطراف بتاعه الايه الهاي فولتج سايد واللو فولتج سايد برضو. طبعا الهاي فولتج سايد البوشنج بتاعه اكبر عشان جهد عالي، اللو فولتج البوشنج بتاعه اقصر عشان جهد ماله منخفض. يبدا يحط حاجه خاصه بالبريشر ريليف، ويحط ازازه قلنا او حاجه ما شابه ذلك ضعيفه، بحيث لما يحصل انفجار يكسر. ده كان نظام قديم، النظام الجديد بيحط حاجه اسمها الايه بريشر ريليف على السطح، وفالف اول ما الجهد يزيد الفالف ايه يتفتح. يبقى دوت مكونات الايه، ايه دوت، دي الرادياتورز ها، وعليها مراوح اهي، رادياتورز وعليها مروحه بتتوصل عشان خاطر الزيت يخش فيها يتعرض لايه لهواء اعلى، وبالتالي تمام. يبقى دوت الايه اهوت، وادي المروحه. بنحط هنا حاجه بقى عشان خاطر ندخل منها الزيت واحنا بنملى التانك من فوق ومن تحت، عشان نوصل عليها الخرطوم اللي احنا ايه بنضخ منه الزيت. ها هو بيمص نعرف نوصل، نملى التانك يعني بالزيت اهو. الزيت يبدا يتملي، بيتملي بالشكل دوت لغايه لما يملى التانك ايه كله، ويملى جزء من الكونزرفيتور ايه، يملى جزء من الكونزرفيتور تانك كمان. تمام، اهو جزء من الكونزرفيتور تانك بيبقى مليان بالزيت بالشكل دوت. تمام، شكرا. المهم في لينكات تانيه، في حضراتكم لينكات تانية هي اتفرجوا عليها، بتوضح برضو الايه في الباور بوينت دوت هبعته لكم، بتشوف شوفها وبص على الايه على ماشي. هندي طبعا احنا لسه في جزء في المحاضرة ساعة ونص كمان، هندي دقيقتين كده اسئلة وناخد بريك خمس دقايق كده ولا حاجة، لغاية 42 لغاية 40 دقيقة او 2 الا ربع، 3 الا ربع اسف. هنبدا تطرق. اللي عنده اسئله دلوقتي انا هفتح المايك، واللي عنده اسئله يتفضل يسال، واللي مش عنده اسئله يتفضل يعني ما يسالش ويخرج عادي. قدامك بريك لغايه 3 الا ربع، معاك ربع ساعه تشرب شاي وتظبط حالك عشان نبدا المحاضره كده. المحاضره الاولى خلصت، المحاضره الثانيه هتبدا بعد ثانيه، مش تكرار، تكمله. هنبدا بعد ربع ساعه هنكمل المحاضره الايه الثانيه ان شاء الله. طيب اللي عاوز يسأل هنفتح الباب للأسئلة.
اتفضل يا كريم. واحنا ليه بنفرغ الهواء؟ ليه؟ ليه بنشيل الرطوبة من الهواء؟ قلنا علشان طب استنى اعمل بس ميوت اول والرافع ايديها. قلنا علشان يا فين كريم؟ انت رحت فين يا كريم؟ طيب نجاوب كريم وخلاص. قلنا يا كريم بنعمل علشان الرطوبة الزيت ده شره للبخار المية، اول ما بيمص بخار المية بيعمل ايه؟ العزل بتاعه بيقل جامد. قلنا عزله قل معانا في مرة كان بالليل رافعين العزل بتاع الزيت لستين كيلو، جينا الصبح دقيناه خمسة كيلو، في حدود خمسة مش فاكر خمسة ولا 13 كيلو في الحدود دي كده يعني، واحنا حاطينه في تانكي ومقفول، فهو شره للمية، المية بتقلل العزل بتاعه بيبقى زي قلته، فانت لازم تمنع وصول الهواء ليه، عشان الهواء دوت محمل ببخار المية، وبخار المية بيقلل العزل بتاع الزيت، وانا هدف الزيت العزل والايه؟ العزل والتبريد. السؤال سامر، اتفضل يا سامر. يا سامر انت اللي عامل ان ميوت، انت اللي عامل ميوت لنفسك. زيلو واتكلم اتفضل. انا سامح لك، انت اللي مش سامح لنفسك. دكتور معلش ممكن حضرتك بس تشرح الحته بتاعت البوشنج دي تاني اللي هي بتاعت الايزوليشن. انا عندي يا سامر ملف، الملف ده الجهد عليه 220 كيلو. تمام. هيخرج بره التانك، يعني هو لازم ان يخترق التانك والتانك ده ويطلع لبره عشان اوصل عليه ترانسميشن لاين او كابلات، والتانك ده جهده صفر. فانت ازاي هتمشي حاجه جهدها 220 كيلو عبر حاجه جهدها صفر؟ هتقول لي هحطها في كابل. الله ينور، هو ده البوشنج. مش تمام. الكابل ده بيعزل، هو اسمه بقى عندنا هنا في الترانسفورمر اسمه البوشنج. تمام ماشي. اللي هو اكنه بيعزل، اكنك حطيت السلك ده في كابل. تمام شكرا. اتفضل يا صلاح. يا صلاح انت اللي عامل، اتفضل يا صلاح. طيب سمحت يا دكتور، طب هو ازاي الزيت اصلا بيختلط بالمية او ببخار المية اذا كان هو اصلا يعني اللي اعرفه ان هو ما بيختلطش بيها، وازاي برضه هو بيمصها؟ هو عامل زي هو ده الزيت دوت، انت احنا بنقول لك احنا بنحطه احيانا في تانك، والتانك ده يعني الترانسفورمر ده التانك بتاعه لو مش مقفول كويس هتلاقي هو لوحده مص بخار المية اللي في الهواء من غير ما انت تعمل حاجة، انت مقفل عليه كل حاجة كويس، بس اي فتحه صغيره تسمح بدخول الهواء ليه بيمص بخار الميه. بخار الميه ده بيعمل ايه؟ بيخلي العزل بتاعه بيقل من 60 كيلو لغايه بقول لك 5 كيلو 10 كيلو في الحدود دي في يوم واحد، ليله واحده، واخد بال حضرتك؟ طب هم لغايه دلوقتي ما اكتشفوش حاجه احسن من كده؟ لا، ده اللي موجود لغايه دلوقتي. في عزل بقى تاني بغاز اسمه اس اف 6، بس ده اصلا ليه مشاكل مع البيئه كتيره، ده اللي بنعمل بيه البريكارات يعني الاس اف 6 ده، وبنعمل بيه حاجات يعني ثانيه، بس ليه مشاكل كتيره مع البيئه الاس اف 6 دوت، وهو بالنسبه لهم الزيت دوت طريقه عمليه وامنه والكلام ده، لان انت برضو الاس اف 6 برضو مش عاوزه يتسرب، نفس القصه. فهو ده بيؤدي الغرض اللي هو الزيت دوت، وارخص برضو من الاس اف 6. اتفضل يا ابراهيم. اتفضل يا ابراهيم. ثانيه واحده. اتفضل يا ابراهيم. ابراهيم دكتور حضرتك عملت لي انا ميوت. الو. اتفضل يا ابراهيم. دكتور حضرتك كنت بتقول ان الفريزه عانف بتبرد الهواء، بتبرد الزيت عن طريق الهواء. طب الهواء ده متنقي يعني من الرطوبه ولا ايه؟ لا انت ما شفتش الزعانف. الزعانف اهي، ثانيه واحده، ادي الزيت جوه التانك، برضو الزيت هو ماشي جوه التانك، الهواء ده هواء الخارجي. انت عندك دلوقتي الزيت ده سخن، والهواء ده الهواء الخارجي انت حاطط عليه مراوح. فكره الرادياتورز بتاع العربيه، الراديتير بتاع العربيه خلاص. وانت خلاص يا عم، فكره في الثلاجه مش في زعانف بره الثلاجه كده؟ ها
وماشي فيها غاز الفريون. معايا يا ابراهيم؟ الو هاي يا ابراهيم. ايوه مع حضرتك. في الثلاجه مش في زعانف بره ورا كده الثلاجه غاز الفريون؟ انت ما فيش اختلاط بين الاثنين. ماشي اتفضل يا محمد. يا شحات اتفضل يا محمد. يا شحات تمام حضرتك كده سامعني يا دكتور؟ سامعك. تمام. هو سؤال قديم بس يا دكتور، هو الشبكه الموحده في مصر ب 22 كيلو فولت، هو كده ازاي هتنقل كده ماكسيمم؟ عندي بص انا هم زودوا في الفتره الاخيره ال 500 كيلو. احنا عندنا شبكه 500 وشبكه 220 وشبكه 66 اسمها الشبكه الموحده. هي كانوا زمان بيعتبروها ال 220، دلوقتي لا بقى كبروا برضو الشبكه بتاعت 500 دي الفتره الاخيره دي الخمس سنين الاخرى. اوكي يعني ال 220 شبكه موحده 500 وشبكه 220 وشبكه 66. اوكي تمام تمام. ايوه يوسف اتفضل. يا يوسف دكتور، بس هو في البريثنج يونت ليه انا بشيل الرطوبه من الهواء طالما انا حاطه جوه كاوتش ومش هيلامس الزيت؟ ما انا بقول لك بقى عشان في اي احتمال، يعني انت بتعمل زياده امان واخد بالك؟ بس ماشي ماشي. ناخد بريك لغايه 3 الا ربع ونرجع تاني. الشبكه بتاعت من اول 500 والثانيه من اول كام؟ 220. يبقى بس استنى لما الاعداد دي تكمل بقى. بس الدكتور دخل امتى؟ تمام. أول ما العدد بس يكمل كده ال 90 هنبدأ إن شاء الله. هنخلص قبل العصر إن شاء الله، نروح نصلي وهنكمل بعد صلاة العصر. مستنيين بس العدد دي يكمل ونبدأ. Thank you.
الصوت شغال يا شباب عادي، بس انا مستني بس شوية صغيرين. طيب ماشي يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عندنا قدامنا شبكتين، الشبكة ديت يا باشمهندسين اللي هي على اليمين ديت بتدينا ايه؟ بتدينا ادي جنريتور، والجنريتور ده بيطلع لي 11 كيلو فولت 250 ميجا فولت امبير، ده الاس بتاعته، انما بيطلع لي 11 واعلى حاجه دلوقتي 35 كيلو فولت، لسه اللي هي من 3 سنين كده معموله. المهم 11 كيلو فولت، بعد كده بيروح على الترانسفورمر او 11 ل 220، التوصيله بتاعت ال 11 دي دلتا، والتوصيله بتاعت ال 220 ايه؟ ستار. بعد كده بيروح على تيرشر على ترانسفورمر، الفازه بيبقى عليها ثلاث ملفات بيسموه تيرشر ترانسفورمر، مش مهم يعني. الناحيه ديت بيبقى 220 بيبقى دوت ستار ستار، بيبقى الترانسفورمر ده ستار، البرايمري ستار، والسكندري ستار، والتيرشري ده بيبقى دلتا. سيبك من ديت يعني نوعا ما هنشرحه بالتفصيل. بعد كده الترانسفورمر اللي هو 66 على 11 كيلو فولت بيبقى دلتا ستار. بعد كده الترانسفورمر اللي عند البيت من 11 ل 4.10 كيلو فولت بيبقى دلتا ستار. تمام؟ الشبكه الثانيه بيبقى ايه؟ بيبقى الاتي برضو 11 ل 500، هنا بقى 500 دلتا ستار، وبعد كده 500 ل 220 خلاص، بيبقى حاجه اسمها اوتو ترانسفورمر. اوتو ترانسفورمر يعني ملف واحد. ملف واحد، انا عندي كان ست ملفات عشان البرايمري ثلاثة والسكندري ثلاثة. طبعا ملف واحد اللي هو البرايمري يبقى ثلاث ملفات اللي هم الثلاثة بتوع البرايمري، عشان ده اسمه اوتو ترانسفورمر، خدته مع الدكتور رفعت، بس ده بقى 3 فيز. ده الوحيد ده اللي في الشبكة بيبقى كده 500 على 220، وبعد كده زي 220 بقى على 66 زي الثاني بالظبط. 220 على 66 بيبقى ستار ستار، بعد كده دلتا ستار، وبعد كده دلتا ستار. خلينا في الشبكة الأولى ديت، دي شبكة مصر. دي شبكة إيه؟ مصر. طيب السؤال في بقى شوية أسئلة. رسمته إزاي يا دكتور؟ يعني رسمته إزاي؟ دوس على المايك تحت. عاوز إيه يا بسام؟ ايه مسكنه دوليه دكتور الملف، انا مش محتاج. ماشي بص يا شباب، انا دلوقتي الشبكه ديت، بص يا باشمهندسنا العزيز، الشبكه خلاص يا شباب عاوزين نشرح، مش مهم باش. طيب ماشي، هنقول كل حاجه، اللي مش فاهمه اسال بعد ما نشرح، مش قبل ما نشرح. تمام بص يا شباب، انا دلوقتي يا باشمهندسنا العظام، انا عندنا اول حاجه الجنريتور ده بيطلع 11 كيلو فولت نفترض، واحيانا 15 في محطات وشرم 35، بيروح على اول محول دوت جوه محطه الكهرباء 11 نفترض على 220 كيلو فولت، ده بيبقى دلتا
وده بيبقى ستار. تمام. يمشي 220 كيلومتر يعمل محول تاني 220 على 66 كيلو فولت، يعني ناحية البرايمر 220 والسكند 26، ده بيبقى ستار ستار. بعد كده 66 على 11 او 22 كيلو فولت، ده يبقى دلتا وده بقى ستار. بعد كده 11 على 4 من 10 كيلو فولت اللي هو 400 فولت يعني، ده يبقى دلتا وده بقى ايه ستار. وبعد كده تروح على ايه البيت. تمام كده. تمام. اول ملاحظة ان اغلبية الايه باشمهندسين كل السكندري بيبقى ايه، كل السكندري ادي السكندري كله بيبقى ايه، بيبقى ايه ستار، يبقى رقم واحد. لماذا تم اختيار كل السكندري ستار؟ ده اول سؤال، ليه تم اختيار كل السكندري ستار؟ تاني سؤال، ايه هو كل البرايمري يا باشمهندسين؟ كل البرايمري دلتا ما عدا حالة واحدة بس، ال 220 كيلو وال 500 كيلو. يبقى ده السؤال الثاني، لماذا يتم اختيار كل البرايمري دلتا؟ ثالث سؤال، ركز معانا، انا اسف يا باشمهندسين. ثالث سؤال يا استاذنا العزيز، ايه هو ثالث سؤال؟ تيجي بقى بنحط يا باشمهندسين حاجه اسمها ايه الارضي، تيجي هنا الارضي ها بنعمله حاجه اسمها ايه سوليد ايرث، يعني بوصل من غير مقاومه. تيجي هنا الارضي بعمل له حاجه اسمها ايه سوليدلي ايرث، بوصل من غير مقاومه. هنا الارضي سوليدلي ايرث، بوصل من غير مقاومه. ها هنا الارضي بحط مقاومه اسمها ايه لو امبيدنس، بوصل الارضي ده بمقاومه لو امبيدنس. هنا الارضي بوصل سوليدلي ايرث، سوليدلي ايرث يعني بدون مقاومه، ما فيش مقاومه يعني، بوصل بالنيوترال على طول من غير ما احط مقاومه. هنا بقى السؤال الثالث، لماذا او على اي اساس يتم اختيار الايرثنج؟ مره يا باشمهندسنا العزيز تحطه لي سوليد لايرث بدون مقاومه، والمره الثانيه تحطه لي بمقاومه، على اي اساس؟ والجنريتور ده يا باشمهندسين بيبقى ستار وبقى عليه مقاومه هاي امبيدنس، ده عليه مقاومة كبيرة، الار هنا كبيرة جدا، انما هنا الار هنا تبقى صغيرة جدا. فاهمني؟ الار ديت بيحسبوها ازاي يا باشمهندسين؟ بالتيار اللي بيمر فيها، يعني هنا الار اللي بالتيار اللي بيمر فيها بيبقى 630 امبير. ها ما بيحسبوهاش يعني بال، هنا المقاومة الار هنا اللي بالتيار اللي بيمر فيها 10 امبير. لو مقاومة كبيرة ما تمررش، تمرر 10 امبير بس. المهم على اي، هنا في الشبكة دي شبكة مصر. وممكن نعملها ال 500. الشبكه دي يا باشمهندستنا يا باشمهندسنا الاعزاء بتعمل لنا ايه؟ بتعمل لنا تساؤلات. ايه التساؤلات؟ الناس اللي لسه داخله، احنا لسه بادئين يعني مش عاملين حاجه، احنا بس رسمنا الشبكه دي. التساؤلات الاتي، ان ليه اختار دوا كل السكندري اختاروا ستار؟ هنعرف عشان نعمل حاجه اسمها ريتيرن فولت باس، يعمل مسار لما يحصل شورت السيركت. هنقولها بالتفصيل. طب وليه البرايمري اختاروا كل البرايمري دلتا ما عدا واحد بس؟ ها عملوا ستار ستار وبعد كده رجع في كلامه، قام عمل فازه منهم ثالثه فسموه تيرشري، وعمل الفازه الثالثه دي دلتا كمان. خلاص
ليه اختار كده دلتا في كل واحده؟ عشان حاجه يشيل حاجه اسمها السيرد هرموني، هنشرحها برضو بالتفصيل. احنا بنقول ليه الايرسنج مره يحطه بمقاومه مره ما يحطوش بمقاومه؟ الكلام دوت يتطلب مننا شرح 3-4 مواضيع مختلفه، واخد بال حضرتك، ناخدها بقى ايه بالتفصيل واحده واحده. حاجه اسمها الريترن فولت باس، حاجه اسمها ال السرد هارمونيك، حاجه اسمها الايرسنج وتاثيره على الجهد وما شابه ذلك. فاحنا مش عاوزين حاجه تتوه معانا، فنبدا احنا نشرح في الايه في شويه حاجات كده. حاجه اسمها ليه ده الشبكه دي، الشبكه اللي هي بتبقى 500 فيها تغيير، بيبقى فيها تغيير شويه، بنخلي ديت، ركز معايا بس معلش لحظه واحده. ها الشبكه ال 500 بتفرق في ايه؟ بتفرق في الاتي، بتفرق في الاتي، بيبقى ديت 11 على 500 كيلو فولت، يبقى برضو ستار. نيجي هنا في النص نعمل 500 على 220 اهي، 500 كيلو على 220 كيلو فولت. المحول ده يا باشمهندسين بيبقى اوتو ترانسفورمر، خلاص. وبرده هنا بيبقى فيه دلتا هنا بيترد برده تيرشري، ماشي كده، ويبقى ستار واحده بس، وبرده سوليد لايه ايرث، هنشرحها بالتفصيل. يبقى ديت شبكه ال 220، ودي شبكه مين يا باشمهندسين؟ الايه ال 500. ليه بقى الكلام ده؟ فنبدا نشرح بقى بالتفصيل من غير بقى ما تتوه معانا. الستار ده ليه هدف، هدفه اكتشاف الفولت، اكتشاف لما يحصل شورت سيركت في حته معينه. الدلتا ليها هدف، هدفها حاجه اسمها ازاله السرد هارمونيك والتوافقيات الثلاثيه، الزيرو سيكونس بيسموها كده. الايه تاني؟ الايرسنج ده ليه هدف، كل واحد حسب الهدف بتاعه. ماشي، ناقص 5 دقايق على الصلاه، نحاول نخلص يوم ايه يعني على قد ايه ما نقدر. ثانيه واحده يا شباب، ثانيه واحده. خلاص دي الشبكتين اللي احنا قلنا ايه اللي احنا قلنا عليهم. ثانيه واحده، نرجع بقى هنشرح مواضيع مختلفة متنوعة. خلاص اهي دوت، ده حاجة احنا شرحناها قبل كده. خلاص شرحنا ده، قلنا التلاتة الأولانيين دول اللي هما بالأخضر دول، التلاتة دول خلاص قلنا الكلام ده كذا مرة. اهو ادي الشبكة اهي، 11 كيلو، 11 على 220، 220 على 66، 66 على 11، 11.4 زي ما شفنا. ده دلتا ستار، ستار ستار ستار، دلتا ستار دلتا ستار، كل السكندري ستار، كل البرايمري دلتا ما عدا المحول دوت، وعملوا له واحد ثالث كده، لفه ثالثه اسمها لفه ثالثه تيرشري، وبتبقى دلتا. تمام، تعال بقى نشوف بقى ايه توصيله الستار وايه الدلتا ونعرفها بالتفصيل. دي توصيله الستار، ثانية معلش يا شباب، ثانية واحدة، ثانية واحدة اهي معلش. ماشي نخش بقى التوصيلة الستار وتوصيلة الدلتا. أول حاجة اللاين فولتج، اللاين فولتج اللي هو الجهد بين مين يا باشمهندسين؟ اللاين واللاين، ده اسمه اللاين فولتج، عشان نبقى بس نستوعب احنا ما نعرفش مين درس لك سيركت 3 فيز، بغض النظر يعني عني او غيري. ها ادي ده بين الجهد ده والجهد ده اسمه الفي لاين، تمام كده، بين الجهد الار والبي ديت ده الفي لاين، بين الار واليو ديت لاين، بين دوت ودوت لاين. طب هنا بين ار واليو ده لاين، ده ودوت لاين، ده ودوت ايه لاين، دي توصيله الفي لاين. يبقى الفي لاين فولت بتوين اللاين، الفيز الفي فيز، ها الفولت بتوين الايه اللاين والنيوترال، يعني ايه بين اللاين ديت والنيوترال ده فيز، ده بين لاين ونيوترال فيز، بين ديت فيز. طب هنا بين اللاين والنيوترال
بدايه الملف ونهايته، يعني هنا الجهد بين بدايه الملف ونهايه الفيز، بدايه الفيز ونهايه الفيز، ده الفيز، ده بدايه الفيز ونهايه الفيز. فهنا في الدلتا الفي لاين هي هي الفي فيز، تمام. انما في الستار لا، الفي فيز هي مش هي، هي الفي اي دلتا. واضح الكلام ده؟ تمام. تعال نفترض خلاص احنا دقيقتين وهنروح نصلي، بس ان نخلص الحته دي. نفترض يا شباب ان انا عندي زي ما هو كاتب كده، انا مثلا محتاج 380 فولت، ده في حاجه اسمها العزل الكامل ونص عزل، مفهوم. احنا نشرح مفهومات معينه كده عشان تساعدني. بيقول لي انا عاوز 380 فولت لاين فولتج، تمام. واحنا اسيوم ان الواحد ترن اللفه الواحده بتطلع لي 1 فولت، يعني اللفه الواحده دي بتطلع لي ايه 1 فولت، اللفه بتطلع لي 1 فولت، تمام. يبقى عاوز كام لفه في الدلتا عشان تطلع لي 380 فولت؟ الفازه الواحده كام لفه؟ وفي الستار عاوز كام لفه عشان تطلع لي 380 فولت في لاين؟ فانت هتقول لي الفازه الواحده عاملها كام لفه سواء التوصيله دلتا او ستار. فانت هتقول لي في الدلتا الفي لاين هو هو الفي فيز، تمام. هتبقى الفي فيز كام يا باشمهندس يا عم الدكتور؟ هتقول لي 380، ما هو اللاين هو الفيز، الفي لاين ايه 380، ففي الدلتا الفيز هو اللاين، يبقى الفي فيز كام 380، فتعمل لي 380 لفه عشان اللفه بتطلع لي 1 فولت. يبقى انا عملت ايه؟ هنشوف دلوقتي، عملت لفات كتيره، هنشوف بالمقارنه بالستار. طب في الستار هتقول لي الفي لاين 380، ماشي. الفي فيز في لاين على جذر 3 هيديني 220، ماشي. هتقول لي انا عاوز الفازه هعملها 220 لفه بس كده. ايه ده؟ يبقى انت الجهد الفي لاين عاوز 380، في الستار هتلف عدد لفات 380 لفه، والدلتا هتعمل لي 220 لفه، يعني عدد اللفات ايه؟ اقل. يبقى الستار هو اللي اوفر ولا الدلتا اللي اوفر في التوصيل عشان احصل على في لاين؟ هيبقى الستار هو اللي اوفر بالنسبه لي. يبقى ده دي اول ملحوظه. فقال لي يا استاذنا خليك معايا بقى، الدلتا كونكشن العزل بين الوايندنج تيرمينال ار لازم 380. العزل يعني ايه بين الوايندنج؟ يعني بين بدايه الملف ونهايته. يعني ايه يا باشمهندسنا العزيز؟ هنقول لك اهو، ركز معايا اهو، ثانيه واحده نشيل الشربطه دي كلها اهو. انا عندي في الدلتا، ادي الدلتا وادي الستار. سيادتك هنا انت عاوز الفي لاين كام؟ هنا او هنا 380 فولت، ماشي. وانت عاوز الفي لاين هنا كام برضو؟ 380 فولت. هحسب منها الفازه الواحده اللفات بقى، يبقى الفي فيز هنا بكام؟ هو هو الفي لاين اللي هو برضو 380، وهنا الفي فيز كام؟ في لاين على جذر 3 هيديني 220 فولت. هنا هعمل 380 لفه، وانا عامل الفولت اللفه مثلا تعمل لي فولتايه، ودي هتعمل 220 لفه في الفازه. حلو، تعالى بقى ركز معايا. انا الفازه هي بتاعت الدلتا، فازه واحده. الجهد بين هنا وهنا كام؟ الجهد بين، هتقول لي محتاج جهد عشان اعزل بين الطرف ده والطرف دوت وبين كل ملف والتاني، محتاج كام؟ 380 فولت. طب هنا ادي الملف الواحد الفازه الواحده في الستار، العزل بين الطرف ده والطرف ده كام؟ هتقول لي 220 فولت. اه، فبيسموا ده جهد كبير بين الطرفين اطراف الفازه، وده جهد صغير بيسموا ده فول انسوليشن. فول يعني ده اسمه بيسموه عزل كامل، ده مصطلح انسوليشن، يعني ده محتاج عزل كامل، انما ده بيسموه نص عزل هاف انسوليشن. هو ده مصطلح يا باشمهندسين. ماشي، ده اسمه هاف ايه؟ انسوليشن. يبقى ده محتاج عزل كامل، وده محتاج ايه يا باشمهندسين؟ عزل.
يبقى واحد محتاج اسمه. فهو بيقول لي ان احنا عندنا حاجتين، نص عزل وعزل ايه وعزل كامل. فقال له الدلتا الاطراف بتاعتها عاوزه 380 فولت، يعني عزل كامل، يعني بتحتاج عزل كبير، انما الستار محتاج 220 فولت، محتاج نص عزل. ها يبقى ايه؟ يبقى احنا عاوزين عزل اقل في الستار. ولذلك انا بقى في الجهود العاليه يا باشمهندسين، ايه الجهود العاليه دي اللي هي 500 كيلو و220 كيلو، اضطر اعملها. انا ما عنديش، انا ما عنديش انا تكنيكس يعمل لي عزل كبير جدا لغايه 500 كيلو ولا 220 كيلو، فبضطر اعمل التوصيلات الفازات اللي هي الفي لاين لما يكون 500 او 220 غصب عني بعملها نص عزل، لان الجهد ده كبير جدا عشان يتعزل. عشان انا لما اعمله نص عزل بدل ما هو 500 يبقى 500 على جذر 3، بدل ما هو 220 يبقى 220 على جذر 3. يعني ال 500 لو عملتها ستار هعمل ال 500 كيلو، لو انا جيت عملت عزل ال 500 كيلو ستار. تعال بقى اتكلم بقى على نطاق ال 500 كيلو. اهو عندي انا عاوز بي لاين 500 كيلو، اقسم يا عم الحاج على جذر 3 خلاص. فلو هعمله دلتا ولو هعمله ستار، لو هعمله ستار هعمل البي فيز هتبقى كام؟ 500 على جذر 3 خلاص كده يديني 300 مثلا نفترض. يبقى انت من اول الملف الاخوه عاوز 300 كيلو فولت. ده طبعا تكلفه رهيبه يا باشمهندسين ان انت تعمل عزل 300، انما هنا بقى هيبقى الفي فيز ب 500. يبقى انت عاوز تعزل بين بدايه الملف ونهايته بقيمه مقدارها كام؟ 500 كيلو فولت. ده عزل رهيب قد لا يكون في امكانيه اصلا ان احنا نعمله، العزل بين الايه؟ بدايه الملف ونهايته 500. علشان كده احنا مجبرين في ال 500 كيلو فولت وال 220 كيلو فولت ان احنا نعملهم ستار، حتى لو كانوا في البرايمري عاوزين محتاجينهم دلتا لازما غصب عننا نعملهم ستار. يعني يا باشمهندسين عشان نروح نصلي، احنا لو انت سيادتك ها بصيت معايا هنا ثانيه واحده بص معايا هنا على الشبكه اهي اهي، ده احنا قلنا كل السكندري بيبقى ستار وهنعرف ايه السبب، وكل البرايمري بيبقى دلتا، ده دلتا وده دلتا وده دلتا. دي بالذات ليه مش دلتا؟ لانها 220 كيلو فولت، عاوز لو عملته دلتا هحتاج عزل بين الطرفين 220 كيلو، ودي حاجه مالها مكلفه جدا بالنسبه لي. فبيعملها ايه يا باشمهندسين؟ بيعملها ستار عشان يخلي العزل نص عزل، حوالي 120 كيلو فولت 130 كيلو فولت بدل ما هي 200 وكام و20. هيبقى في امكانيته ان هو ماله ان هو يقلل في تكلفه العزل. يبقى دي اول نقطه، ليه احنا عملنا دلتا؟ بنعملها دلتا، دي دلتا ودي دلتا ودي دلتا ودي دلتا. ليه عملتها ديت؟ عشان هاف انسوليشن. بنعمله فين؟ في ال 220 وال 500 كيلو خلاص. بعد الصلاة معلش هنكمل، يعني هنضطر نقفل الايه يا باشمهندسين الميتنج، ثانية واحدة بس خليكم معايا، نقفل الميتنج ونبدأ بعد الصلاة على طول. يعني كمان بالظبط كمان مثلا تلت ساعة نبدأ، وايه اللي عاوز يصلي براحته، ونبدا كمان تلت ساعة وهبدا اجاوب على الاسئلة بتاعت الناس عقبال ما الناس ايه تخش على الميتنج بس. وشكرا. لا انميوت اوله، واللي ما عندوش سؤال يعمل ميوت عشان صوت. عندي سؤال يرفع ايديه ونخليه يتفضل. ارفع ايدك فوق.
ماشي يا اخي 75 واحد بيقول شات اهو. هو الدكتور بدأ من بدري لسه ما بدأناش. تمام نشوف. اسلام حربي، قول يا عم اسلام يا حربي اتفضل. دكتور لو سمحت، ايه موضوع الدلتا اللي هي التلاتة اللي هما مع بعض اللي هما نشرحها يعني اشرحها لسه هنشرحها. احنا دلوقتي بنشرح ايه؟ بنشرح ليه الشبكة اتعملت كده، واخد بالك؟ شرحنا مفهوم اشمعنى بالذات ال 220 فولت غصب عننا ما بنعرفش نعملها دلتا، بعملها موضوع الترنال بس عشان حاجه الهاف انسيليشن والفول انسيليشن بس يا اخي، ده اللي احنا شرحناه. تمام شكرا. حد عاوز اي سؤال؟ ما شاء الله عليك، قول يا كريم. اتفضل يا كريم. فين كريم؟ الله نزلت ايدك ليه يا كريم؟ ماشي ثانية واحدة يا كريم، اتفضل يا كريم. هو احنا ليه يا دكتور ما نعملش 66 كمان نستور؟ ما احنا هنعرف بقى دلوقتي ان الدلتا دي مهمة عشان بتعمل لي حاجة اسمها ايه؟ بتشيل الزيرو سيرت هرمون او السيرت هرمون. شكرا. لا مش محمد رد عليه. طيب ثانية واحدة كاري. طيب تمام نبدأ كده نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الايه المحاضرة. قلنا في الـ في الـ في قلنا يا باشمهندسين، قلنا ان احنا عندنا ثانية واحدة نعمل ماشي. حاضر الناس اللي بتلعب نمنحها عن اللعب. تمام طيب تمام. دلوقتي قلنا يا باشمهندسين احنا ليه عملنا الآتي. اولا قلنا معلش ثانية واحدة يا شباب، كل البرايمري نعمله دلتا دلتا، المفروض دي دلتا يعني دلتا دلتا. كل السكندري ستور هنشرح دلوقتي الدلتا دي بنعملها في البرايمري ليه، عشان بنعمل حاجه اسمها بنشيل بنزيل السيرد هارمونيك او الزيرو سيكوال. طب ونعمل ديت في ستار ليه؟ عشان اعمل حاجه اسمها عشان اعمل ريتيرن باس للفولت، فولت ريتيرن باس. دي مصطلحات تحفظها سيادتك صم. تمام فولت ريتيرن باس يعني مسار لعوده الفولت. امال دي بالذات ليه هي دلتا؟ قلنا عشان خاطر ده 220 كيلو فجهد كبير، فانا بحتاج اعمله نص عزل، فعشان اعمله نص عزل اعمل ايه؟ اعمله ستار، فيبقى بعزل على 220 جذر 3 مش 220. تمام ده اللي احنا ايه قلناه. تعال بقى تعال نفهم بقى قصه الستار ديت وحاجه اسمها نيوترال ايرث بوينت. انا عندي دايره بسيطه سيادتك، هي الدايره بسيطه، جيت هنا على النقطه ديت نيوترال وقربتها بدون مقاومه تمام. والسلك ده يا باشمهندسنا العزيز كان مقاومته 1/10 اوم، واللود مقاومتها 220 اي اوم. التيار من غير فولت، من غير فولت يعني ادي ماشي كده، هيبقى قيمته كام؟ ها 220 على 220 1 امبير. تمام حصل يا استاذنا شورت سيركت في الدايره. يعني ايه شورت سيركت؟ يعني جيت هنا وصلت دي كده بالارض دي، فلما حصل شورت سيركت في الدايره واخد بال سيادتك اهو بقت الدايره عامله ازاي؟ بقت عامله كده.
هذه 220 معلش 220 فولت وادي الشورت سيركت كده خلاص شورت سيركت وادي اللود ماشي عاوز ترسم اللود ما تزعلش اهو رسمنا اللود اهو ما تزعلش ملوش لازمه عشان تعمل عليه شورت سيركت المقاومه بتاعت الواير ديت كام 1/10 اوم تمام تمام التيار ده هيمشي كام بقى الاي شورت سيركت ها الفي على الار او الفي على الزد الفي على الار 220 على 1/10 فولت يا استاذنا العزيز يديني 2200 امبير 2200 ايه هو كان ماشي في كام الاول 1 امبير 220 على 220 كان 1 امبير زاد بقى 220 امبير تمام ايه انا عاوز تقول ايه مش عاوز اقول حاجه هنعرف دلوقتي في الايه في الـ في الـ في السلايد الجاي يبقى هنا الاي شورت سيركت هنا في الحاله ديت 2200 امبير تمام تعال نشوف بقى الايه السلايد الجاي طيب انا بقى لو هعمل هقرب بس عن طريق مقاومه قيمه المقاومه دي 10 اوم تمام عاوز سيادتك وتحسب لي الاي شورت سيركت هيبقى بكام ركز معي نفس المثال يعني اللي فاتت بس مش متقرضة عن طريق مقاومة هنا قرضتها عن طريق مقاومة بس هو ده الفرق احسب لي سيادتك الاي شورت سيركت بكام تيجي نحسب الاي شورت سيركت اهو بسم الله الرحمن الرحيم نعمل اهوت يا باشمهندسنا العزيز اهو ناخد اريس اهيت ها وادي ركز معايا بقى اهو ركز معايا ادي كده وادي الارض وده كده وصلته بالارض وصلته بالارض يعني وصلته كده وخلاص تمام ده 1/10 ودي 10 اوم ودي 10 اوم يبقى الاي شورت سيركت فيه على الارض زائد 10 خلاص كده يبقى انا زودت ال 10 في الدايره اهي دي 1/10 السلك و10 اوم يبقى يعني في حدود 220 على 10 يعني سيبك من دي خالص 220 على 10 تبقى كام؟ 22 امبير الله يعني مجرد سيادتك ما حطيت المقاومه 10 اوم قللت الشورت سيركت من 2200 امبير الى 22 امبير اه ضعف اللود العادي اللود العادي كان 1 امبير اه ضعفه بس لما حطيت المقاومه ايه اللي حصل الاي شورت سيركت قل جامد جدا تمام نرجع تاني يبقى الاي شورت سيركت هنا سيادتك اكتب 220 على 10 يبقى 22 امبير تمام جدا تعال نكمل طيب في الحالة دي مش هقرضها خالص مفيش تقريض خالص الاي شورت سيركت كام نسمع بقى لسيادتكم تقولوا لنا الاي شورت سيركت كام ارفع ايديك ها وقول لنا الاي شورت سيركت كام في الحالة دي مفيش تقريض خالص سيادتك عاوزين نعرفين الاي شورت سيركت كام في الحالة دي كم ولا واحد رفع ايديه قولوا يا شباب تمام في ابراهيم محمد اتفضل يا باشمهندس ابراهيم كم انفينيتي انفينيتي يعني ليه انفينيتي مع النهايه يعني ما فيش مقاومات تمام طب نشوف المهندس مصطفى مش تمام يعني انا قصدي يعني نشوف انا قصدي يعني نشوف مهندس تاني اتفضل يا باشمهندس مصطفى يا دكتور هيبقى زي ما حضرتك عملت دلوقتي 220 على الاوبوينت واحد اللي هي مقاومه الواير برضو مش تمام هنشوف حد تالت طب نرجع تاني ابراهيم مصطفى اتفضل يا ابراهيم لا انا ما عنديش اجابه ثانيه معلش نسيت انزل ايد ايه نسيت انزل ايدي ما عنديش اجابه ثانيه طيب ماشي لا عادي ماشي
فبنخش على المهندس محمد احمد الشربيني، اتفضل. يا دكتور محمد هنضيف مقاومه الارث للمقاومه الواحد من عشره، يعني ممكن تكون مثلا هي بتبقى من نص لاتنين ونص اوم تقريبا. يا عم الشكل اللي قدامك ده فيه ارث اصلا، الشكل اللي قدامك ده فيه ارث. ها مفيش ارث. طيب هتضيفه فين مقاومه الارث دي؟ فاطمة الزهراء، نستمع إلى فاطمة الزهراء. هتبقى 220 على 1 من 10. حد عنده جواب؟ ها؟ حد عنده جواب آخر؟ تمام. شكرا للسادة جميعا، كل الجوابات غلط. ليه يا باشمهندسنا؟ كله غلط؟ التيار هيبقى بصفر. التيار يا باشمهندسين. أيوه فاطمة. نرجع تاني لفاطمة. في محمد حامد، خلاص ما احنا قلنا بقى يا محمد، اتفضل يا محمد يا حامد. اتفضل. هو الطيارة هيبقى صفر عشان مفيش فرق جهد. مفيش، لا مش مفيش فرق جهد. علشان مفيش مسار لعودة الطيار. بس هو ده السبب. تاني نرجع بقى نشرح الدايرة. بص يا باشمهندسين. أستاذ المهندسون، أنا يا باشمهندسنا العظيم كان زمان في مسار لعودة التيار، دلوقتي مفيش إزاي؟ حاضر هنشوف الشيب، ثانية واحدة، أنا عندي يا أخي في الله عندي بطارية، نفترض تمام، وجيت هنا وصلت الجزء ده بالأرضي، برضه تمام، ودي مش متوصلة بالأرضي، دي مش متوصلة بالأرضي، هيبقى في مسار لأن التيار يمشي؟ مفيش. فالتيار هيساوي صفر. امال امتى سيادتك التيار يمشي؟ التيار يمشي لما اعمل كده واوصل دي بالارض دي، واوصل دي بالارض دي، واجي اعمل كده مثلا، اهي عملت كده وصلت دي بالارض دي. ماشي خلاص، يبقى ديت مثلا 10 فولت وديت 1 اوم، هيمشي لي كده تيار 10 امبير. تمام. انما انا لو انا عملت الشكل ده اللي فوق ده 10 فولت خلاص، وده يا عم المقاومة 1/10 اوم مثلا، التيار هيساوي 10/1 غلط. ليه؟ ما هو دي مش واصلة بدي سيادتك، الجزء ده مش واصل بالجزء ده اصلا، ده حتة وده حاجة تانية، فالدايرة مفتوحة فالتيار هيساوي صفر. فسيادتك لو حضرتك بصيت على الاشكال، حاضر يا شاهد، هنشوف دلوقتي الشاهد. لو سيادتك بصيت على الاشكال القديمه هتشوف الاتي، ركز معايا يا اخي في الله، هنشوف الاتي هنا، ثانيه واحده عشان نرجع بس بالباوربوينت، راننج اوت اوف تايم. هنا يا اخي سامعني؟ هنا يا اخي، هنا في اهو، في هنا ارض هي متوصله فبوص، وده شورت سيركت فوصلت ده بده. تمام. هنا في ارض اهو متوصل فوصلت ده بده. هنا يا اخي مفيش، انتوا معايا ولا مش سامعيني؟ الو، ثانيه واحده نشوف الناس سامعاني ولا مش سامعاني. سامعيني؟ تمام. هنا يا باشمهندسنا العزيز مفيش اصلا مسار يرجع فيه التيار. تعال نشوف الشات ايه بتقول. ماشي ايوه شكرا يا اخوان. يبقى مفيش مسار يرجع فيه الايه التيار، فده اوبن سيركت، دايره مفتوحه، لان دوت مش متوصل بالارض، فخلاص يبقى التيار بصفر. تمام. مما سبق نعرف اهميه كده بقى الايه التقريض، يعني التقريض ده مهم. فبسأل سؤال، طب في الدائرة اللي فاتت دي، في الدائرة اللي فاتت دي لو حصل شورت سيركت تاني هنا، هنا هنا في الحتة دي كده حصل شورت سيركت تاني في الدائرة دي، ايه اللي يحصل؟ تعال نشوف بقى سيادتك ايه اللي يحصل في نفس الدائرة اللي فاتت دي، لو حصل شورت سيركت تاني ايه اللي يحصل يا أستاذنا العزيز؟ يحصل الآتي أهو. تعال نرسم بقى الدائرة الجديدة كويس أهو. انا عندي الدايره الجديده عامله كده. تمام. وادي اللود اهو، ده 10 فولت 10 اوم
واحد امبير. تمام، حصل هنا شورت، وصلت دي بالارضي مش هيمشي طيار. تمام، طب لو وصلت دي كمان بالارضي يبقى ديت وديت وصلت مع بعض، يبقى سيادتك الاثنين دول وصلوا ببعض كده اهو، ما دي بالارضي ودي بالارضي خلاص. فالمطير بقى يمشي كام يا باشمهندسنا في الحاله دي؟ 10 على المقاومه بتاعه الواير، يبقى 10 على 1 من 10 يديني 100 امبير. تمام، يبقى اذا سمعنا يا اخواننا صح؟ اذا يبقى احنا كده نشوف بقى انظمه التقريب، انظمه التقريب. نعم كله متوصل بالارضي صح كده ماشي. ايه انظمه التقريب؟ النظام الاولاني، ثانيه واحده يا بسام، النظام الاولاني يا اخي بسام، ده النظام الاولاني ده اسمه متقرض بدون مقاومه، بيسموه ايه؟ سوليدلي ايرث، متقرض بالارض على طول بدون مقاومه، ده النظام الاولاني. النظام الثاني ده اسمه ايرثد باي لو امبيدنس، ده متقرض عن طريق مقاومه صغيره، لو امبيدنس يعني مقاومه صغيره. طب النظام الثالث ده مش متقرض خالص، المقاومه بينه وبين الارض ما لا نهايه، بيسموه ايزوليتد ايرث. يبقى انا عندي ثلاث انظمه للتقريب، النظام الاولاني سوليدلي ايرث متقرب مباشرة بدون مقاومة، الثاني ارثد باي لو امبيدنس، الثالث اسمه ايه يا باشمهندسين؟ ايزوليتد ايه؟ ايرث. تمام قوي. الايزوليتد ايرث دوت ايه مشكلة؟ لو حصل شورت سيركت مش هيمشي طيار، بس ده اول شورت سيركت، ثاني شورت سيركت يمشي طيار. يعني اول شورت سيركت كده ما يمشيش، طب ثاني شورت سيركت في الايزوليتد هيمشي طيار في الحاله دي. تمام، تعالى بقى سيادتك قول لي بقى، عندي ترانسفورمر البرايمري بتاعه متقرب والسكندري بتاعه مش متقرب، حصل شورت سيركت في السكندري، ايه اللي يحصل في البرايمري؟ خلي بالك كلام ما واضح، البرايمري متقرب، السكندري مش متقرب، السكندري مش، منقول تاني، حصل شورت سيركت في السكندري، ايه تأثيره على البرايمري؟ نسمع الإجابات بتاعت سيادتكم، حد يرفع إيديه ويجاوب، قول يا باشا، اتفضل يا عبد الرحمن، اتفضل، اتفضل، أنت اللي قافل المايك، اتفضل. ها؟ بتاع الاوبن اسمه ايه ده؟ اوبن سيركت تيست، هتبقى زي الاوبن سيركت تيست، ان الناحيه يعني الثانيه الدائره مفتوحه. الله ينور عليك، فايه اللي يحصل؟ هل في تيار يحصل تيار شورت سيركت في البرايمري؟ تيار شورت سيركت في البرايمري؟ طب هل في تيار شورت هيمشي تيار عالي في السكندري؟ السكندري لا. خلاص ما دام مش السكندري يبقى اوبن سيركت مش هيمشي في تيار. تمام، يبقى السكندري دوت يا باشمهندسين اكنه مفتوح مش هيمشي فيه تيار في نتيجه الشورت سيركت. ليه؟ لان الجزء ده مش متقرب، فما دام مش متقرب اول شورت سيركت ده يحصل ملوش اي ايه تاثير. شكرا يا عبد الرحمن، اتفضل يا بسام. طب يا دكتور كده لو حصل شورت سيركت هيمشي تيار عادي ولا كان يعني مش هيحصل شورت سيركت؟ ولا اكنه حاجه خالص، بس هو ده قصدي ايه؟ بس يعني هو عادي كانه مش موجود، لكنه مش موجود. تاني شورت سيركت هو اللي ليه تاثير، اول شورت سيركت ملوش تاثير. طب ليه انا بعمل يا عم اصبر عليا، احنا لسه بنشرح يا بسام. ماشي نقفل على بسام عشان ما يسالش. تمام طيب نكمل بعد كده. تمام تاجي اللي بعد كده يا باشمهندسين، تعالى هنا يا باشمهندسنا العزيز، ده بقى 3 فيز بقى، نظام 3 فيز. تمام استار، تمام والارضي متقرب، نوع التقريب ده اسمه ايه؟ ايرثد باي لو امبيدنس؟ لا. ايزوليتد؟ لا، ايزوليتد يعني معزول. سوليدلي ايرث، يبقى ده متقرب، ده ايه؟ متقرب سوليدلي ايرث. تمام، وحصل هنا شورت سيركت، وصلت دي بالارضي. تمام، ايه اللي يحصل؟ نسمع اجابات سيادتكم.
مش هجاوب. اتفضلوا اللي عاوز يجاوب يرفع ايديه. ما حدش عاوز يجاوب. يا بسام اتفضل، يا محمد، يا شحات، يبقى اكتب اسمك بالعربي. اتفضل اتفضل يا محمد يا شحات، انت اللي قافل المايك. اي اتفضل. تمام يا دكتور. هو هيمر تيار كبير قوي، يعني هنقسم الفولت بتاع الفازه على مقاومه اللاين. يعني هيمر تيار كبير ولا مش هيمر تيار خالص؟ لا هيمر تيار. يلا الله ينور عليك. تمام جدا. بيسموا بقى الحاله دي يا اسلام يا حبي، يعني ثانيه واحده، بيسموا الحاله دي يا باشمهندسين ايه بقى؟ ان الستار اللي هو متقرض عن طريق الارضي بيعمل حاجه اسمها ريتيرن فولت باس. ده مصطلح تحفظه زي ما هو كده، كان بروفايد مكتوب اهو، بيقدر يسمح لنا بان هو يعمل مسار للتيار الراجع في حاله السنجل فيز جراوند فولت. ده بيسموها سنجل فيز جراوند فولت. يعني ايه سنجل فيز؟ يعني الفازه ديت اتوصلت بالجراوند، فسموها سنجل فيز، يعني فازه جراوند متوصله بالجراوند فولت خطا، مش يعني او الفازه ديت تتوصل بالارض، او الفازه دي تتوصل بالارض، اسمها سنجل فيز جراوند فولت. عمل ايه بقى الستار في الحاله ديت؟ سمح لي بمسار لعودة تيار الفولت. عمل لي كده مسار لعودة تيار الفولت. طب المسار ده اهو، المسار يمشي كده 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 كده، يمشي في الارضي، يعني يجي من الناحيه دي ويطلع كده. تمام. المسار ده يسمح لي بايه؟ التيار ده يزيد. فلما التيار يزيد عرفت انا ان في فولت في الفازه دي. فلما اعرف ان في فولت في الفازه ديت اعمل ايه؟ افتح البريكر بتاع الفازه ديت واقدر اكتشف المكان الفولت. اكتشفه ازاي؟ في طريقه اسمها الايه؟ اسمها عن طريق الامبيدنس. يعني بيحسب الامبيدنس ديت كام ويعرف مثلا الكيلومتر 1 اوم، فانا عندي مثلا مش 1 من 10 اوم، 1% اوم، عندي مثلا، عندي طلع مثلا نفترض الكيلومتر 1 اوم، طلع الفولت على التيار، يقسم الفولت على التيار بتاع الفولت، لا الفولت على التيار مثلا 10 ايه الزد 10، يعرف ان هي على بعد 10 كيلو، الزد 100 يعرف ان هي على بعد 100 كيلو، باعتبار ان الكيلو 1 اوم، 2 امبير، يعرف ان الزد على مسار ايه يا باشمهندسين؟ ها؟ يعني بيحسب ايه؟ مش 2 امبير، 2 اوم، يعرف اللي هو بيقسم الفولت على التيار، بيجيب الزد، الزد دي طلعت كذا اوم تعبر عن المسافه، يبقى بقدر اعمل ايه؟ اديتكت اللوكيشن بتاع السنجل لاين تو جراوند فول. يبقى ان احنا نجيب. تمام، ننتظر قليلا لحين وصول باقي الافراد. نشوف الشتات، نجاوب على الاسئله لغايه لما الناس تيجي. ايه تمام يا دكتور، معلش السبب ايه اللي يخليني اعمل دلتا في البرايمري تاني؟ لسه يا اخي هنشرحه، السبب اللي بيخليني اعمل دلتا لسه هنشرحه. تمام، ان هو قلنا بيزيل السيرد هارموني، لسه هنشرحه. يبقى احنا دلوقتي كده، طيب نشوف العدد ده، العدد الاول 90. طيب حد عنده اي سؤال؟ اللي عنده سؤال يرفع ايديه نخليه يسال لغايه لما يكمل التسعة. ماشي اتفضل يا بسام، اتفضل. طب يا دكتور، يعني السبب اللي بيخليني اعمل لنا ايرث ده مع انه بيعمل شورت سيركت، اللي انا اديتكت الفولت فين؟ اديتكت هنعرف دلوقتي يا بسام. يعني في طريقه ان احنا نخلي الشورت سيركت صفر؟ طبعا. ايه الطريقه؟ ما تخلوش متقرب، فاهمني انت؟ ما انا تيجي في الارث هنا يا بسام وتعمل ايه كسيادتك مهندس كهرباء كبير؟ تعمل ايه هنا؟ تيجي في الارث هنا ما تخلوش متقرض خالص، وبعد كده اعمل هنا شورت سيركت ولا هيحصل حاجه. يعني لما يحصل شورت سيركت عندك في البيت مش هيحصل حاجه خالص، فاهمني انت؟ طب ما انا كده مش عارف الفولت فين. اه لا، في مشكله تانية يا اخي بسام غير كده.
انت رقم واحد ما عرفتش تكتشف الفولت فين، رقم اثنين لما يحصل شورت سيركت هنا تاني هنشوف بقى لاين تو لاين، يبقى لاين تو لاين بدل ما هو الاولاني ده 220 فولت طبعا يبقى 300 فولت احنا بنقول ايه، بس مش يعني انما لا التاني ده لما يحصل فيه هنا فولت هيبقى الفولت كام بقى، الجهد كام، الجهد هو الفي لاين 380 380 يمشي لي تيار 70 مره زياده عن التيار الاولاني. يبقى انت اصلا لو عملته ايزوليتد ما انت ما مش كده يعني مهندس شاطر، انت رقم واحد ما عرفتش تكتشف الفولت الاولاني فين، فهمني انت؟ رقم اثنين تاني فولت هيحصل لك هيحصل ايه ساعتها سيادتك؟ هيعمل التيار اعلى 70%. تمام. بمرر تيار شورت سيركت ليه عشان اعرف اسمها كده، عشان اديتكت اللوكيشن بتاع السنجل لاين تو جراوند فولت، بنقول اهو عشان نكتشف مكان السنجل لاين تو جراوند فولت. طب بتقول لي التيار ده كبير، لا عاوز اصغره حط مقاومه، حد قال لك حاجه؟ فهمني انت؟ بس هنعرف ليه ايزوليتد وليه بقى مش ايه مش ايزوليتد، اللي هو بعت في الشات يقول ايه نصغره، احنا عاوزين نمرره ليه. تمام يا اخي، دلوقتي هنبدا ايه نكمل في المحاضره. ثانيه واحده. تمام يا اخوانا، تمام نكمل. تعال هنا بقى سيادتك، ده الدلتا، سيبك من في 2 فولت، خلي في 1 فولت بس، عملنا الفولت ده بس. تمام، بعد ما سيادتك عملت الفولت ده بس، هل هيمشي تيار شورت سيركت؟ عملت فولت واحد، ها؟ لا مش هيمشي تيار شورت سيركت، مش هيمشي تيار شورت سيركت. اذا في الحاله ديت مش هيبقى في مسار رجوع لتيار الخطا، ما اقدرش احدد فين الغلط، ما اقدرش اعرف اصلا، مش هحدد، ما اقدرش اعرف اصلا ان في شورت سيركت ولا ما فيش شورت سيركت اصلا، انا اعرف منين؟ طب في حاله وجود فولت واحد بس، فهمت انت؟ اول ما يحصل الفولت الثاني هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي جهد اللاين، هو اللي يعمل لي مصيبه، لاين فولتج بقى مش ايه فيز فولتج. اذا توصيله الدلتا ديت توصيله لا تسمح باكتشاف السنجل لاين تو جراوند فولت، امال بتعمل ايه؟ تكتشف لي لما يحصل فولت تاني فيبقى لاين تو لاين. ده لما يحصل فولت تاني سيادتك هنا ويحصل ده، ده اسمه لاين تو لاين، يعني انت وصلت اللاين دوت باللاين ده سيادتك، واخد بالك باللاين اللي هو فولت، يعني الاثنين دول وصلتهم ببعض بقى اسمه لاين تو لاين فولت. والسنجل لاين تو جراوند فولت بيمثل 75% من الفولتات، يعني 75% من فولتس هو السنجل لاين تو جراوند فولت. الدلتا لا تسمح باكتشاف السنجل لاين تو جراوند فولت، انما سيادتك الستار تسمح باكتشاف السنجل لاين تو جراوند فولت بشرط ان انت تقرب لي مين؟ تقرب لي نقطه النيوترال. تمام، كلام كلام جميل ومفيش حاجه خالص. نكمل يا باشمهندس. يبقى دي قصه بتقول لي ليه القصه دي بتجاوب على ايه بقى؟ بتجاوب يا اخوانا على سؤال، لماذا نستخدم الايه الثانيه واحده. طيب خلاص اهو، انت بتجاوب على سؤال ليه يا دكتور بنيجي في كل المحولات نوصل السكندري ستار؟ عشان سيادتك لما يحصل، نفترض يعني، طب والبرايمري لسه نقول ان هو ده سيادتك، لما يحصل فولت هنا، لما يحصل فولت هنا المحول ده اللي هيشوفه، ولا نفترض هنا في جنريتور، ولا الجنريتور اللي هيشوفه؟ حصل فولت هنا يا باشمهندس، هيحصل، هل المحول هيشوفه ولا الجنريتور هيشوفه؟ المحول عمره ما هيشوفه. ليه عمره ما هيشوفه؟ لانه المحول بعد الفولت. يعني ايه بعد الفولت؟ يعني سيادتك انا هو ادي عندي هو مصدر كهرباء اهو، خلاص، وهنا عندي محول، تمام، عندي محول هنا في اي مكان هنا من الاماكن، اكنه المحول اكنه حمل كده اهو، حصل فولت هنا، قبليه التيار كله هيمشي كده، هيمشي كده، هيمشي كده، عمر اللوب ولا هيتأثر بيه، الجهد هيبقى صفر والتيار كله هيمشي فين يا باشمهندسين؟ في المسار ده، التيار اللي ماشي هنا أصلا هيساوي صفر، واخدين بالكم؟
التيار اللي ماشي هنا في المسار دوت هو اللي هيبقى كذا ألف أمبير ويعمل له مصيبة. طب إيه لازمة الكلام دوت؟ لازمته الآتي، إن سيادتك لما إحنا بنقول هيحصل فولت يا باشمهندسنا، ثانية واحدة. تمام. بنقول يا أستاذ المهندسين لو إحنا عندنا لو الفولت بيشوفوا اللي قبليه ما بيشوفوش اللي بعديه. تمام. طب لو حصل هنا فولت مين اللي هيشوفه؟ اللي هيشوفه الستار. يعني انا عملت فولت كده وصلته كده بالارضي، والستار ده واصل بالارضي سنجل لاين، ما هو ده خارج منه 3 ايه فاس كده، ها ده يبقى دوت التيار ده هيمشي كده وهيرجع كده، يبقى هيكتشف السنجل لاين تو جراوند فولت الذي يمثل 75% من الفولتات. اما لو عملت السكندري دلتا مش هيكتشف السنجل لاين تو جراوند فولت، بالعكس بيحوله لي لفولت كارثي ازيد 70% في التيار، وهو اللاين تو لاين ايه فولت. اللي عنده اي سؤال في الجزئيه ديت يتفضل يسال واحنا معايا، اللي عاوز يسال فقط. تمام. نكمل حد؟ طب ماشي، ما ارفع ايدك يا اخي بلاش الشات. ممكن عليك تعيد اخر جزء؟ بنقول يا اخي في الله. طيب ماشي يا محمد، يا عادي يا فاطمة. احنا بنقول يا السادة الباشمهندسين لما بيحصل فولت اللي بيشوفه الجزء اللي اهو، انا عندي دلوقتي مصدر اهو يا باشمهندسين، تمام كده، وعندي لود خلاص كده، ووصلت دوت بالايه، ما وصلتش، عملت فولت كده وصلت جدي كده، تمام. التيار اللي ماشي هنا كام والتيار اللي ماشي هنا كام؟ التيار اللي ماشي نفترض المقاومه بتاعت ديت صغيره، واحد بتاع الواير 1/10 اوم، وده مثلا 100 فولت، ها، يبقى التيار بتاع الشورت سيركت اللي هو التيار الكارثي دوت اللي هو يمشي كده 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 كده، ها، عباره عن في على الار عباره عن 1000 امبير. طب التيار اللي ماشي سيادتك هنا كام؟ التيار سيادتك اللي ماشي هنا دوت ما فيش اصلا تيار هيمشي هنا، صفر امبير. ليه صفر امبير؟ انت عملت شورت سيركت عليه، التيار كله هيمشي كده، مفيش حاجه هتمشي كده، واخدين بالك؟ صفر امبير. فاحنا لو انا عندي جنريتور، قلنا عندي جنريتور وجيت عندي ترانسفورمر اهو، حصل شورت سيركت هنا، اهو الجنريتور ده ستار اهو متوصل بالارض، وحصل هنا وتوصل ده بالارض، التيار هيمشي كده اهو، مفيش اصلا تيار هيمشي هنا، الاي هنا اللي ماشي هنا دي بتساوي صفر، الاي شورت سيركت اللي هو ماشي كده وكده ورايح كده كده ورايح للدايره، فده التيار ده الاي شورت سيركت وده الاي بصفر، يعني التيار ما بيأثر، الشورت سيركت بيأثر على اللي قبليه مش اللي بعديه، بيأثر على اللي قبليه مش اللي بعديه. وبالتالي انا عندي يا باشمهندسنا العزيز جنريتور وعندي محول، المحول دوت دلتا ستار، خلاص كده، حصل هنا شورت سيركت يعني وصلت ده بالارضي خلاص، والستار دي واصله بالارضي، ايه اللي يحصل اهو؟ ما هو دوت ده اللي هو ده كده وكده وكده ستار، تمام، ايه اللي يحصل؟ التيار هيمشي كده ويرجع كده، ها. انما لو افرض بقى ان دوت جا جنريتور اهو، وصلت دوت ناحيه السكندري ده دلتا وعملت شورت سيركت يعني وصلته بالارضي، والدلتا اصلا ما فيش حاجه متقربه فيها، التيار الاي شورت سيركت بكام؟ شورت سيركت بيساوي صفر، لان ما فيش مسار اصلا لعوده التيار. انما دوت ده متقرض اهوت، وده متقرض، النيوترون متقرض، يبقى في مسار لعوده التيار. وبالتالي ذلك السبب بنعمل يا سيادنا، بنعمل الستار ده متقرض سوليدلي ايرث عشان يكتشف السنجل لاين تو جراوند فولت في السكندري. ما بنعملش ايه؟ ما بنعملش السكندري دلتا. ليه ما بنعملش السكندري دلتا؟ ما بنعملش السكندري كده، لانه بيحول السنجل لاين تو جراوند فولت للاين تو لاين فولت
يزود التيار 70% يبوظ لي الدنيا اكتر واكتر، بدل ما اكتشفها اكتشف المصيبه في اولها بكتشف المصيبه بعد ما تزيد 70% من التيار اللي هو جذر 3 يعني. خلاص اللي عنده سؤال يا فاطمه الزهراء سعيد او اي حد في هذه الجزئيه يتفضل يسأل. اتفضل يا محمد، ثانيه واحده يا محمد يا فادي، اتفضل يا استاذ فادي اسال كما تريد. اتفضل اتفضل انت اللي عامل. اتفضل دكتور لو سمحت، هو طب لو حصل فولت في الفيديو جنريتور والبرايمري صوتك واطي مش سامعك. فولت لو حصل فولت في البرايمري والجنريتور اللي هيحس بيه جنريتور كده صح؟ يعني في البرايمري الفولت ده بيحصل لا الفولت ده بيحصل على الترانسميشن لاين، فهمني انت؟ عادة يعني يحصل هواء الاثنين يلمسوا بعض، حاجه تتقطع تقع على الارض، فهمني؟ يعني تمام. الخط يتقطع لاي سبب، عواصف، اي حاجه. فالفولت ده لما بيحصل اللي ناحيه الجنريتور هو اللي يشوف، الناحيه اللي هي ناحيه الايه؟ ناحيه الشمال يعني التوليد، انما الناحيه اللي ناحيه اللود ما يشوفوش، فهمني؟ تمام يا دكتور، شكرا جدا. اتفضل يا يوسف يا محمد يا صلاح. اتفضل. انت اللي بتعمل ان ميوت. انا اعمل لك ان ميوت، اسف انت بتعمل ميوت. انا اسف يا دكتور. اتفضل. انا بعمله سوليدلي ايرث، ما اعمله باللو امبيدنس وبرضه هنجاوب على السؤال دوت، هنجاوب على السؤال ده بعد لحظات. ليه بعمل له سوليد ليرس ما اعمله لو امبيدنس؟ ده سؤال ممتاز فوق الخيال، هنقول بقى عليه ليه بنعمله كده. تمام تمام يبقى الجزء ديت ماشي. طيب ماشي، ما دام احنا دخلنا في الحته ديت، انا ما كانش دي ترتيب الباوربوينت، فاحنا ايه هنضطر بقى نشرح بقى، نعدي شويه جزئيات كده ونعدي دول 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 ونرجع تاني ونروح بقى لايه الاسباب بقى. ماشي اهو. يبقى هو جاوب لنا واي السكندري سايد از ستار اهو، قال لي السكندري سايد ستار عشان يعمل لي ايه لما يحصل فولت هنا وانت موصل النيوترال دي بالارض، يبقى في ريتيرن فولت ايه ريتيرن باس فور الفولت ولا ريتيرن فولت باس. ماشي يبقى ليه السكندري؟ بيقول لي ذا نيوترال متاح افيلابل اون ذا برايمري، لا اسف اون ذا سكندري مش برايمري. ليه السكندري ستار؟ بيقول لي النيوترال متاح في السكندري كان بي ايرثد تو افويد الديستورشن، يعني اقدر دي الكلمه دي غلط يا باشمهندسين، دي المفروض سكندري. الستار هيخلي لي النيوترال متاح واقدر اقرضه. تمام، لما قرضوا and due to earthing نتيجة التقريض it can provide return fault path، تقدر تسمح لي او تخلي لي في مسار للسنجل لاين تو جراوند فولت، لتيار الفولت اللي هو السنجل لاين تو جراوند فولت. طب بعد ما سمحت بالمسار ده انا اقدر اكتشفه اديتكت المكان بتاع السنجل لاين تو جراوند ايه فولت اللي هو يمثل 75% من الايه من الفولتات. تمام تمام تمام. طيب ماشي، خلينا ماشي مالناش دعوه. تعالى يا باشمهندسنا بقى الحته ديت ما دام هنكملها، نكمل بقى الارث فولت ديت ونرجع للدلتا. نكمل الارث فولت سيادتك. النيوترال ايرثنج، السؤال اللي ساله المهندس الاخير قال طب ليه ما نحطوش بمقاومه؟ يبقى يكتشفوا في نفس الوقت التيار هيبقى قليل. تعالى يا باشمهندسنا نشوف التقريض بقى. قال لي في تقريض سوليد لايرث ثري فيس ترانسفورمر مش عن طريق مقاومه، اهو وصلت على طول مباشره. تمام اهو الشكل ده، مش عارف انتوا شايفيني ولا لا، اهوت ثانيه واحده. شكل سيادتك ده هو الشكل دوت. تمام ادي ده متقرض اهو، متقرض اللي هو ده ستار برضه. تمام هنعمل فولت، عملنا فولت اهي، الفولت عملناه هنا اهو اللي هو هنا، عملنا فولت هنا وعملنا فولت هنا،
يعني وصلت ده بالارضي، وصلناه بالارضي. والمقاومه ديت هناخدها مثلا اهي، المقاومه ديت عملنا فولت واحد، مقاومه الفولت دي اسمها مقاومه الفولت. مقاومه الفولت يعني السلكه من هنا لهنا بالفولت لغايه توصل للارضي. ادي المقاومه ديت هي بتاعه الفولت، يعني المقاومه بتاعه الفولت 1 اوم. تمام. تعرف سيادتك تقول لي التيار اللي ماشي هنا بكام الاي شورت سيركت؟ هتقول لي اي شورت سيركت الجهد 1 وزاوية 120 على 1 اوم. تمام، يبقى 1 وزاوية 120 على 1 اوم يديني 1 امبير. كويس جدا جدا. تعرف تقول لي الجهد بتاع النقطة دي كام؟ تقول لي ايه النقطة دي؟ النقطة ديت ده جهد الفازة اللي مش فولتد، اللي unfolded phase، الفازة اللي مش مخطوقة زي ما بيسموها بالعربي، يعني اللي ما حصلش عليها شورت سير، ما حصلش عليها، ما حصلش عليها فولت، جهدها كام؟ تقول لي وانا مالي بيها يا عم، بس نشوفها. طب خلاص اهي ادي جهدها، ده الارض يعني الجهد هنا بصفر والجهد هنا 1 بير يونت، ها 1 فولت يعني مثلا اهو، يبقى جهد الفازة ديت 1 فولت. تمام، فيها حاجة اهي. يبقى الفي لاين تو ايرث، لاين تو ايرث اللي هو اللاين دوت لغايه الايرث، الجهد دوت 1 فولت، 1 بريونت يعني، والتيار 1. ايه اللي فيها؟ ما فيهاش حاجه. هنشوف بس، هنقارن دلوقتي بالحاله اللي بعديها دي. تعالى سيادتك بقى شوف لي الحاله اللي بعديها ديت، هقرض عن طريق ايه اللي فاتت ديت؟ عن طريق ايه؟ سوليدلي ايرث. طب الثانية ديت عن طريق ايه؟ لو امبيدنس. هحط هنا مقاومة لو امبيدنس 1 اوم وهعمل شورت سيركت، والمقاومة اللي عامل عليها مقاومة الفولت 1 اوم. مشيل التيار كده يا باشمهندس بتاع الاي شورت سيركت ويحسبه لي. هتقول لي 1 على 1 و 1 2، يبقى 1 على 2 بنص. يا سلام، تيار الشورت سيركت قل، ده حاجة عظيمة. تعالى بقى قول لي جهد الفازه الغير مخطوطه، لو انت نجحت في السيركت تعرف تحسبها، ولو ما نجحتش مش هتعرف تحسبها. احسبها كده، قصدي لو نجحت برضه مش هتعرف تحسبها. احسبها كده يا باشمهندسنا العظيم، احسب. حد يقول لي الجهد ده كام؟ ركز معايا اهو يا اخي في الله. ادي عندي اهوت فازه قيمتها 1 فولت 1 يونت يعني وزاويتها صفر. تمام، وعندي كده وعندي كده ماشي، وعندي ديت مقاومه كده متوصله بالارضي. تمام، وعندي الجهد هنا كده دي موجب سالب، ها 1 وزاويه 120. تمام، وهنا يا باشمهندس مقاومه كده ومتوصله بالارضي، يعني متوصله كده 1 اوم 1 اوم. تمام كده، مشي تيار هنا حسبناه. تمام، طلع التيار ده قد ايه يا باشمهندس؟ نص وزاويه 120، ده التيار. تمام، التيار يعمل جهد هنا موجب وهنا جهد سالب، وده الارضي، ها عشان بس ما تبقاش ما عندك مشكله، ده الارض الحته دي الارض. الجهد هنا كام؟ ده الفي لاين. خلاص كده، يعني جهد بين اللاين والارث، فبتعمل اللاين موجب والارث سالب. تمام كده، وامسح بقى الليله دي كلها، امسح لك ثانيه واحده، امسح بقى القيم دي كلها، امسح ده كله، امسح ده كله، امسح دي كده 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 كده، معلش ما تمسحش الحته ديت. ايه وصل دي كده اهي. قول لي بقى الارث ده، ده الفي لاين ده موجب والارث ده سالب. الارث ده ايه؟ سالب. وادي موجب وادي سالب، وادي موجب وادي سالب. خد بقى اللوب ديت، اللوبه دي خلاص، اللوبه دي كده ما هو ديت متوصله اهي، ده كده الايه الارث. خد اللوبه ديت هتساوي ايه بقى الفي لاين ايه ارث؟ خد بقى لوب هنا، لو خدت اللوب ماشي كده تاخد اشاره الخارج، ادي اشاره الخارج وادي اشاره الخارج وادي اشاره الخارج يساوي صفر. يبقى في ناقص في لاين ايرث ناقص الجهد ده، امشي كده خد اشاره الخارج ناقص نص وزاويه 120 في 1، الاي في ار هو الجهد، 120 في 1 يبقى النص زائد 120 زائد 1 زائد اشاره الموجب ديت زائد 1 وزاويه صفر، كل ده بيساوي صفر. يعني الفي لاين ايرث ده بيساوي، ودي الناحيه الثانيه 1 وزاويه صفر ناقص نص وزاويه 120، هتديك كام؟ طلعها بالاله كده سيادتك،
هتلاقي يا باشمهندسنا العظيم مفاجأة كبيرة. ايه المفاجأة؟ الجهد بعد ما يبقى 1.0 وناقص نص وزي 120 هتلاقيك 1.3. الله، دي الفاجأة ديت ملهاش علاقة بالموضوع، دي في الصين ولا ديت في مصر ما فيهاش كورونا، والفولت دوت في واحدة تانية في الصين، ايه علاقة الكورونا اللي في الصين بالناس المصريين الغلابة؟ طلع بقى في علاقة، ان لما حصل هنا فولت يا باشمهندس زود الجهد، زود الجهد في الفازة اللي مش مخطوقة اللي ما عندهاش اي مشكلة، زاد بنسبة كام؟ بنسبة 30%. طب بص في اللي فاتت دي يا اخي، بص في اللي فاتت، اللي فاتت ها كان كل واحد لوحده، او الاي شورت سيركت بواحد، والفي لاين بقى زي ما هو، حصل فولت ما حصلش فولت مش فارق معاه، اهو حصل ما حصلش شيل الفولت خالص، احسب الفي لاين ده كام؟ هتقول لي 1.0. حصل فولت قول لي الفي لاين تو ايرث كام؟ برضو واحد. يعني ايه؟ يعني السوليد لايرث في ميزه كبيره جدا. ايه هي الميزه الكبيره؟ ان في السوليد لايرث الفازات الغير مخطوطه اللي ما حصلش عليها شورت سيركت جهدها زي ما هو، انما في الايرث عن طريق مقاومه ايه اللي حصل؟ حصل ان التيار شورت سيركت قل، دي حاجه كويسه، بس جهد الفازه الغير مخطوطه اللي ما حصلش عليها شورت سيركت زاد 30%. يعني سيادتك حصل مصيبه عند جارك، حصل شورت سيركت عند جارك، يضرنا انا ليه؟ هو ده اللي بيحصل. انا الفازه بتاعتي سليمه وسيرت زي الفل، عمري ما عملت شورت سيركت، بس لما حصل شورت سيركت عند جارك زود الجهد عند سيادتك 30%، فحرق التلفزيون وحرق التلاجة وحرق الغسالة، وانا مش ذنبي، ده ذنب جارنا ان حصل عنده ابن صغير كل شوية يعمل شورت سيركت، يطير لي تلاجة غسالة بوتجاز، البوتجاز ملوش دعوة، يطير لي جهاز من الاجهزة الكهربية، يبقى دي مصيبة كبيرة ان هو بيزود الجهد 30% على الفازات الغير مخطوطة. طب سيادتك عارف طبعا الشورت سيركت الجهد على الفازه المخطوطه بكام؟ ها؟ هيبقى بصفر الجهد هنا، يعني بتبقى بصفر. تمام، طب تعالى بقى واحد يقول لي ايه الانظمه العبيطه دي؟ احنا نعمل نظام ايزوليتد معزول، لو حصل شورت سيركت مش هيحصل حاجه، ما يمشيش تيار شورت سيركت. طب تعالى زي ايه؟ زي النظام ده ايزوليتد معزول عن الارض، ما فيش هنا واصله بينه وبين الجراوند. تمام، عملنا قفلة يا عم الحاج، عملنا ايه؟ حصل فولت، احسب لي التيار اللي ماشي اي شورت سيركت بكام؟ بصفر. ليه؟ مفيش مسار اصلا عشان يرجع فيه، ده مش متوصل بالارض، فالاي شورت سيركت بصفر. تمام، احسب لي بقى الجهد في لاين للارث بكام؟ عشان تحسب الفي لاين للارث الجهد اهو 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 اهو, أهو, أهو. اهو بلاش، امشي العكس، امشي من الارث كده، الجهد اهو ها ناقص 1.120 زائد 1.0 يديني الجهد هنا، ها اهو 1.0 ناقص 1.120، او سيادتك اعمل ده الموجب وده السالب ومشي كده لوب، اعملها لك سيادتك. حاضر نعملها اهو سيادتك، نعمل كده اهو، اديت موجب سالب 1.0، واللي بعديها موجب سالب 1.120، ودوت كده حصل هنا الارث، وهو دوت البي لاين، وده الارث، حصل هنا ارث اهو اهو يعني. تمام، وادي بي لاين ارث، اعمل الاولى موجب والثانيه سالب، وخد اللوب ده كده، وخد اشاره الخارج، ده الموجب في لاين وده السالب، خلاص اشاره الخارج هنا سالب، اشاره الخارج هنا سالب، اشاره الخارج هنا موجب، تقول كده ناقص في لاين ارث ناقص 1.120 زائد 1.0 يساوي صفر، ودي الناحيه الثانيه يبقى في لاين ارث بتساوي 1.0 ناقص 1.120،
سيادتك بالآلة طلعها هتديك 1.7. يبقى هنا لما انا عملت سوليد لإيرث ايه اللي حصل يا باشمهندسنا العظيم؟ حصل الآتي، قلل تيار الشورت سيركت خلاه بصفر، زود جهد الفازة الغير مخطوطة. نقول تاني، زود جهد الفازة الغير مخطوطة بكام؟ ب70%. يعني ايه؟ يعني سيادتك يعني او ما فيش تيار، خلاص ما فيش تيار شورت سيركت، بس جهد الفازة الفاستين بقى مش الفازة الغير مخطوئين هيزيدوا كام يا باشمهندسين؟ معلش هيزيدوا كام يا باشمهندسين؟ هيزيدوا 70 كام؟ 70%. تمام؟ بالتالي نخلص الى الاتي، قبل ما نستقبل اسئله سيادتكم نخلص الى الاتي. السوليد لإيرث التيار بيبقى 1 بريونت اللي هو من غير مقاومه، والفولت لاين تو إيرث ما حصلوش حاجه بواحد. سو الفولت لاين تو إيرث از نوت افكتد باي الشورت سنجل لاين تو جراوند فولت، لا يتاثر خالص. لما يحصل فولت عند الجيران انا مش هتاثر بيه. تمام. طب الإيرث ده عن طريق لو امبيدنس التيار الشورت سيركت بيقل بس الجهد بيزيد 30%. يبقى هنا بيعمل ايه؟ بيريديوس الشورت سيركت وينكريز الفي لاين تو إيرث 30%. طيب الايزوليتد هيخلي لي الاي شورت سيركت بصفر، بس هيزود لي جهد اللاين تو إيرث بنسبة 70%. طيب يتأثر بالسنجل لاين تو جراوند فولت، ها بس الشورت سيركت بصفر. ومن هذا الملاحظة هنلاقي احنا اخترنا الاختيارات التالية، ال 500 كيلو وال 220 كيلو وال 66 كيلو عملناهم سوليد لإيرث. واحد يقول لي ليه؟ علشان خاطر سيادتك لما يحصل شورت سيركت في فازة ما يجيش الفي لاين يزيد 70%، فبكان بدل ما هو كان 500 يبقى 500 بلس 70%، بلس كام؟ 70%. تمام. طيب فجهد عالي يعمل لي ايه بقى؟ يحصل ان الترانسميشن لاين يكسر العزل بتاع الهواء ويولع الدنيا، يبقى ده بيعلل الجهد 70%. احسب بقى 70 يعني ال 500 توصل لها ل 900، فاهمني؟ او هيوصل لها ل 850، فدي مصيبه كبيره. تمام. طيب فعشان كده بنعملها سوليد لإيرث. طب وال 22 كيلو وال 11 بيعملها عن طريق لو امبيدنس، ليه؟ ما لما تزيد 30% بدل 11 هتبقى 14 15، بدل 22 هتبقى في حدود 30، وده حاجه متاحه سهله ان احنا نعزل في العزل الصغير ده. اعزل لك يا عم ال 22 اخلو لك 40، واعزل لك ال 11 اخلو لك 20، انما ال 500 ده انا مش عارف اعزلها اصلا، ده انا بعملها استار عشان انزل العزل دوت ل 310. قوم تعمل لي شورت سيركت انت سيادتك وتزود لي العزل لغايه 500. تمام. ثانيه واحده، فدي تبقى مصيبه وكارثه كبيره. طب وعندي البيوت بختاروا ليه سوليد لإيرث؟ عشان خاطر لما واحد يحصل عنده فولت ما يتاثرش الجار بيه، يبقى هو عيبه على نفسه. وبالتالي يا اخي في الله، ده احنا خلصنا اول جزء الناس اللي بنختار الدين. طيب وبالتالي يا اخي في الله، استنى هو ثانيه واحده، مش عاملينها ماشي. وبالتالي يا اخي في الله، لما سيادتك تيجي ترسم بقى الرسومات هترسمها ازاي؟ تعالى بس نرسم الرسمه كده ونستقبل الاسئله، واخر حاجه نبقى ناخد الهرمون. انا عندي جنريتور اهو، الجنريتور بديه على ترانسفورمر، ترانسفورمر ده 11 على 220 مثلا، يبقى ده دلتا وده ستار، والستار ده سوليد لإيرث بدون مقاومه، عشان لما يحصل فولت على فازه الفازتين التانيين ما يعليش الجهد عليهم 70%، يعني اكيد اكنه الضعف. ده 220 ل 66، ده ستار وده ستار. الستار دي ايه؟ متوصله سوليد لإيرث. ليه يا استاذ؟ علشان خاطر نفس الكلام، والستار دي برضه متوصله برضه بتبقى ايه؟ سوليد لإيرث. ثالث واحده ال 66 على كام يا باشمهندس؟ على ال 11، يبقى دلتا ستار.
الستار ديت ارسد عن طريق ايه؟ لو امبيدنس. ليه؟ عشان تقلل، عشان الجهد قل، فالتيار الشورت سيركت كده هيزيد او التيار هيزيد، وشورت شورت سيركت هيزيد اكتر واكتر، وانا عاوز اقلل شويه شورت سيركت، بس هتدفع حسابهم على ايه؟ ان انت تعمل حسابك ان الجهد هيزيد كام؟ 30%. فال11 دوت تعزله ب 11 زائد 30% يعني حوالي 15 ايه كيلو، هم بيعملوا حوالي 16 كيلو. خلاص وادي عندي الجهد الاخير 11 على 4 من 10. طب ده كام بقى يا باشمهندس؟ ده بقى ده دلتا وده ستار. طب ستار ده ايه؟ سوليد لاير. طب ليه؟ طب ليه ما انت بتقول الكلام وعكسه؟ ايوه ده علشان سيادتك لما جارك يعمل عنده شورت سيركت ما يطيرلكش انت الثلاجه بتاعتك، يطير ثلاجته هو، يطير اي مصيبه عنده ما يطيرلكش مصايبك انت. ناخد دلوقتي الاسئله وناخد بريك، معلش انا تعبتكم النهارده، ناخد بريك شويه صغيرين بتاع ربع ساعه ولا حاجه، ونرجع نشرح حوالي ثلث ساعه اللي هي الدلتا السبب، ويبقى خلصنا المحاضره بتاعت الاسبوع ده. اللي عنده اي سؤال يرفع ايديه ونتقبل الاسئله، اتفضلوا. اللي عاوز يسال في الجزء السابق يا جماعه ارفع ايدك يا عم. ماشي اتفضل. هو انا ليه يا دكتور بتارجت الفي لاين ايرس؟ مش بتارجته، انا لقيت ان حصل فولت، فحصل ان الفاستين اللي ما حصلش فيهم فولت الجهد عليهم زاد جامد جدا، وقام حصل كسروا العزل وانهاروا. يعني انا عندي دلوقتي البوشنج، نفترض فاز في البوشنج، ثانيه واحده طيب اجيب لك الشكل، عندي فاز في البوشنج حصل عليها فولت، الاقي الفاستين التانيين اللي ما حصلش عليهم فولت ما نعرفش ليه العزل اتكسر عندهم وانهاروا. انهاروا يعني العزل انهار وباظ. ليه؟ فاكتشفنا ان الفولت بيزود الجهد بتاع اللاين 70%، فزاد الضعف، بدل ما هو 500 كيلو زاد حوالي كام؟ بقى حوالي 800 كيلو، فاتكسر العزل وانهار العزل. اما انا حصل لي مصيبه، مش مهم بقى اللي في اللي مخطوقه ولا اللي مش مخطوقه، واخد بالك؟ تمام. اللي عاوز يسال يرفع ايديه، مش هنبص على الشات. اتفضل ارفع ايديك. خلاص ما حدش كده عاوز حاجه. ها اللي عاوز اي حاجه احنا ممكن نخلص، مش لازم بريك. لا يا عم هناخد بريك عشان انا تعبت، يا ريت نخلص قبل المغرب، ما انا عاوز اخلص برضو قبل المغرب. ازاي اجيب سلك سوليد لي دكتور؟ ازاي بقدر اعمل بدون اي مقاومات؟ تجيب كابل تخين وخلاص، مقاومته ملوش مقاومه، يعني مقاومته تكاد تكون صفر. شكرا. ناخد بريك كده ربع ساعه ونرجع 5:30، وعاوزين نخلص ان شاء الله قبل المغرب. ماشي يا باشمهندس. تشوف فهم الاول خالص، دي اسمها الهارمونيكس. عقبال ما الناس تخش ركز كده مع الايه، مع الفيديو الجميل دوت عشان تفهم ايه الهارمونيكس دي، ايه اللي حصل يا ولاد. سامعني؟ تمام يا دكتور. ايوه مصطفى عبد المقصود، هنبدا اهوت اول محاضره ايه اخرها، ناقص لنا ثلث ساعه ونخلص ان شاء الله.
كم واحد داخل؟ باص. تمام، شكلنا هنبدأ عشان خاطر ايه العدد مش عايز يزيد عن 70، الناس ثابت الايه مدرج وخرجت. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بقى. يا دكتور اقفل المايكات. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الهارمونكس. ايه الهارمونكس؟ الهارمونكس هي الايه الزباله بتاعه الشبكه كما يقول عليها بتوع الباور سيستم. يعني ايه؟ انا يا باشمهندسين بيبقى عندي الساين ويف منتظمه طالعه من الجنريتور منتظمه كده. نتيجه دخول الباور الكترونكس، ايه الباور الكترونكس ديت؟ الباور الكترونكس سواء موسفيت او سيريستورز، فبتقطع الايه الويف ديت. عامله ازاي يا باشمهندسين؟ عامله كده اهي. هتقطع بالشكل دوت وهكذا. تمام. الشكل ده بيعمل لي حاجه اسمها هارمونكس. يعني ايه هارمونكس؟ الويف بقى الساين ويف بعد ما تخش على السيريستور، تخش على السيريستور بعد ما تخش على السيريستور او تخش على الموسكت ويقطعها لي بالشكل ده يا باشمهندسين، نتيجه انفرتر مثلا، ها، نتيجه اي حاجه من الكلام دوت، ايه اللي يحصل يا باشمهندسين؟ يا ندى يا طلعت، اقفلي اقفلي الكاميرا يا ندى. نتيجه يا باشمهندسين السيريستور او التقطيع دوت، فبيخلي لي الساين ويف ديت مالها؟ فيها هارمونكس بالشكل ده، تبقى مالها فيها زباله كده، ما بتبقاش ساين ويف بيور. تمام. الساين ويف ديت جه واحد اسمه فورير قال لنا يا جماعه اي ساين ويف مشوهه هي كده بالشكل ده، كده مشرشره كده، ها، اقدر احولها لكم انا بالرياضه الى ساين ويف سليمه كده هي مجموعه وساين ويف ثانيه بيسموا السليمه ديت الفاندمنتال، وساين ويف ثانيه ديت اهي. يعني ضعف الهرتز بتاع الاولانيه،
يعني الاولانيه ديت لو 50 هرتز، الثانيه ديت كام؟ ها الثانيه ديت 100 هرتز اهي. فالمهم كده بيسموا ديت ايه بقى؟ السكند هارمونيك. وواحده ثالثه صاين ويف ثالثه اهي، الثلاثه منها في الويف، ثلاثه اهي، ثلاثه في الويف، ثلاثه منها في الويف بيسموها ايه ديت؟ ثيرد هارمونيك وفورث هارمونيك، اربعه في الويف وفيكس وسته وسبعه وثمانيه وهكذا. تمام كده؟ تمام. هي ديت يبقى انا حولت الساين ويف، عندي ساين ويف سليمه نتيجه دخول الباور الكترونكس والتقطيع عملها لي مشوهه بالشكل ده. التشويه دوت جه فورير قال لي انا اقدر احولها لك لاشكال منتظمه. السليمه دي بس هي المفيده الفاندمنتال، الباقي ده اسمه هارمونيك، ستاند كاند هارمونيك وسيرد هارمونيك. الباقي ده ضار، ضار على مين؟ ضار على الجنريتور والترانسفورمر والمواتير، وضار على الدنيا كلها زباله. وبالتالي بيبقى انا عاوز اتخلص، اولا اعرف ليه الضرر وازاي احنا نتخلص من السيرد هارمونيك بالذات، لان يعني السيرد هارمونيك هي الهارمونيكس الكتيره اللي في الشبكه. هي ديت اللي ايه يا باشمهندسين المشكله بتاعتنا دلوقتي. تمام. انا دلوقتي اهي دلوقتي بص بص شكل الويب، الويب شكلها بدل ما هي كانت ساين ويب زي الفل، باظت بسبب الهارمونيكس الايه الايه اللي هي السكند والثيرد هارمونيكس، بوظت خالص الويب اهي. هو جمع الثلاثه، ادي الفاندمنتال ده المفيده، ديت ايه ديت ثيرد هارمونيكس وديت فيفث هارمونيكس، ولا ما اعرفش كام، واحد اثنين ثلاثه اربعه فيفث. خلاص جمع الثلاثه ادوا لك الشكل المشوه اللي احنا ايه شاورنا عليه. تمام. السيرد هارمونيك ركز معايا بقى يا اخي، بص بص السيرد هارمونيك بالذات، ان السيرد هارمونيك دي ليها اهي، بص الويبس اهي شايف مليانه هارمونيكس ازاي، ركز معايا. يبقى عندي الفاندمنتال والسكند والثيرد والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه وهكذا. هو فورير قال لي اعملها لك كده الملا نهايه. تمام. الفاندمنتال ده بيسموه البوزيتيف سيكونس وده المفيد، وهي بتتكرر يعني ايه؟ يعني بعد كده حاجه اسمها نيجاتيف سيكونس، بعد كده حاجه اسمها زيرو سيكونس، بعد كده بوزيتيف، بعد كده نيجاتيف، بعد كده زيرو، بعد كده بوزيتيف نيجاتيف زيرو بوزيتيف نيجاتيف زيرو. فاحنا ما بنتكلم على الثيرد بنتكلم على حاجه اسمها زيرو سيكونس، يعني الهارمونكس الثالثه والسادسه والتاسعه وال 12 وال 15 وهكذا، مضاعفات الثلاثه كلها دي بيسموها الزيرو سيكونس. والسكند هارمونيك والفور والفايفس ديت وبتاع بيسموها النيجاتيف سيكونس. المفيد بس اللي هو الفاندمنتال اللي هي البوزيتيف ايه سيكونس. تعالى بقى ركز معايا تركيزه مهمه، ده اثبات رياضي كده معين، طب ناخده بسرعه. قال لك الفاندمنتال اللي هو البوزيتيف سيكونس، ال في اي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، ال في بي في ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص 120، ال في سي في ماكسيمم. ها معلش انا ايه، انا في الاخر عاوزين معنى معين، في ماكسيمم ساين اوميجا تي بلس 120. ده بيعمل لي ده الفاندمنتال، بتعمل لي حاجه اسمها فورورد وتيدي ماجنتيك في مكان مغناطيسي دوار في اتجاه يعني الموج. تعالى السكند هارمونيك ده بيحصل اهو، بيحصل منه اتنين في الواحده، بالنسبه للويفر الواحده بالنسبه للفاندمنتال يحصل فيه جواه اتنين. يعني لو ده 50 هرتز يبقى ده 100 ايه 100 هرتز، فبعمل اتنين اهو، يبقى الفي اي عباره عن في ماكسيمم ساين 2 اوميجا تي عشان الضعف. طب الفي بي في ماكسيمم ساين 2 افتح قوس اوميجا تي ناقص 120، اضرب الاثنين جوه يبقى 2 ناقص 120 في 2 ناقص 240، 240 اللي هي مين يا استاذ؟ زائد 120. الله، طب خليك معايا في الثالثه، الفي سي في ماكسيمم ساين 2 اوميجا تي زائد 120، اضرب الاثنين جوه يبقى 2 اوميجا تي زائد 240 اللي هي ناقص 120. ركز معايا، يبقى هنا صفر، هنا زائد 120، هنا ناقص 120. طب بص في الفاندمنتال كانت ايه؟ صفر ناقص 120 زائد 120،
هنا اكنك عكست الفستين فبقى صفر. ها زائد 120 ناقص 120 اكنك عكست الفستين، فبتعمل لك روتيتنج ماجنتيك فيلد عكس اتجاه الروتيتنج ماجنتيك فيلد بتاع الفاندامنتال. دي بتاثر على الجنريتور وعلى بعض المواتير انها بتكسر الشفط. ليه بتكسر الشفط؟ عشان عندي اتنين ماجنتيك فيلد بيلفوا عكس بعض. سيادتك خد ايد اخوك واعصم، هات ايد، هات ايدين، ايد لفها ناحيه اليمين والايد لفها ناحيه الشمال، تعصر ايديه هتكسر ايديه. ده اللي بيحصل في الشفط بتاع المواتير والشفط بتاع الجنريتور. تعالى سيادتك شوف اهيت، ادي الايه، ادي الفاندمنتال اهيت، طبعا الفاندمنتال الصفرا ديت، ودوت السرد هارمونيك اهي، دي السرد هارمونيك، اجمعهم مع بعض يديني الويفة المشوهه اللي بالشكل ده. تمام. تعالى طيب، الشكل ده مهم جدا جدا جدا، بيتكلم بقى على السرد هارمونيك. السرد هارمونيك، تعالى نشوف السرد هارمونيك بس في الرياضه فين هي، فين السرد هارمونيك في الرياضه هي. قال لي ركز معايا عشان ده معنى مهم قوي، ال في بتساوي في ماكسيمم ساين 3 اوميجا تي، عشان بيحصل 3 مرات خلاص. ولو عندي 50 هرتز هتبقى 150. ال في بي في ماكسيمم ساين 3 اوميجا تي ناقص 120، اضرب ال 3 هنا واضرب ال 3 في ال 120 تديك في ماكسيمم ساين 3 اوميجا تي ناقص ناقص 360. طيرها، ما مالهاش لازمه ديت، تبقى بتساوي ايه؟ في بي بتساوي في ماكسيمم ساين 3 اوميجا تي، البي سي بتساوي في ماكسيمم 3 اوميجا تي زائد 120، اضرب ال 3 جوه يبقى في ماكسيمم ساين 3 اوميجا تي زائد 360، مالهاش لازمه طيرها. يبقى 3 الله الله، دي معناها ايه؟ ان الفي اي والفي بي والفي سي بتاع السرد هارمونيك ان فيز، ان فيز يعني ايه ان فيز؟ يعني ما فيش بقى اهيت، ادي ديت دوت الفي اي ودي الفي بي ودي الفي سي، والموجه ديت متشفتها عندي 120 والموجه دي متشفتها عندي 120، بس السرد هارمونيك بتاع ده وده وده ان فيز مع بعض اهيت، طالعين مع بعض اهمت مع بعض ونازلين مع بعض، نازلين مع بعض، طالعين مع بعض ونازلين مع بعض، الثلاثة انفيز. هتقول لي طب ايه أهمية انفيز؟ أهميتها إن إحنا نعرف نتعامل معها، إن إحنا نكنسلها إزاي؟ إن سيادتك تعمل التوصيلة دلتا، وهي دي بقى إيه؟ إن أنت تفهم السرد هارمونيك وإن التوصيلة دلتا إزاي بتشيلها. سيادتك سيبك من الكلام اللي أنا قلته لحضرتك. عندنا دلوقتي يا باشمهندسنا، عندنا دلوقتي نفترض ده التوصيله ديت اسمها ستار بالشكل ده كده، اسمها ستار ما فيهاش مشكله. التوصيله بقى ديت يا باشمهندسنا هل فيها مشكله؟ اسمها دلتا، قول لي فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله وليه؟ ايه التوصيله دي ايه مشكلتها؟ ها مشكلتها في ايه؟ ادي التوصيله دي، ها ونعمل مقاومه الملفات مقاومه صغيره او ديت اهي بلاش 10 فولت و10 فولت و10 فولت. اللي عنده اجابه توصيله دلتا زعلان منها ليه؟ ما احنا عمالين ناخدها في السيركت وبناخدها في حاجات كتيره، ايه المشكله في التوصيله دي يعني؟ اللي عنده سؤال يرفع ايديه ويجاوبني، توصيله صحيحه، توصيله خطا، فيها مشكله، فيها مصيبه. اللي عنده اي اجابه يرفع ايديه عشان نخليه يرد، ما حدش عنده اجابه. التوصيله ديت في منتهى الخطوره، ليه؟ لان سيادتك عامل شورت سيركت. شورت سيركت ازاي؟ اهو يا باشمهندسنا ادي دي 10 واسف اسف ديت 10 و10 20 ها، وديت ال10 الثانيه 30 قمت وصلت. بص النقطه دي اسف اسف خلاص معلش معلش، خلينا زي ما هي كده اهي. بص عشان المغرب بس وننهي المحاضره الطويله دي، ها بص يا باشمهندس نفترض ده الارضي، قول لي الجهد بتاع النقطه دي كام؟ اهي ده الارضي، هتقول لي هو جهد النقطه دي 10 و10 و10 10 و10 و10 30، لكنهم عاملين كده 10 و10 و10 10 و10 و10 30. جيت هنا عند الطرف ده سيادتك والطرف ده انت قلت لي متوسط، قمت وصلته بده، وصلت دي بدي، يبقى انت عملت اكنك عملت قفله شورت سيركت. طب بس امال احنا موصلينهم في الاي سي ازاي؟ اصل مش واخد بال سيادتك، الاي سي
كل فازة متشفت عن التانية 120 درجة ومجموعهم في أي لحظة بصفر. يعني الكلام دوت في الدي سي غلط. ليه غلط؟ لأن عملت قفلت الضيق، قفلت ديسك حتى عملت شورت سيركت على نفسها. إنما في الاي سي، الاي سي ما فيهوش مشكلة. ليه ما فيهوش مشكلة؟ لأن سيادتك في الاي سي الثلاث جهود متساوية في أي لحظة بتساوي صفر. أدي موجب ثالث ده قيمته 10 وزاوية صفر، وده الثاني زيه موجب ثالث نفس الرسمة اللي فاتت بس 10 وزاوية ناقص 120. ليه يا عم اوت اوف تايم؟ طيب ناقص 100 وكام؟ و20. والثالث اهوت سالب موجب ها 10 وزاويه زائد 120. وصلت انا كده مجموع الثلاثه في اي لحظه بصفر. فالفرق الجهد بين النقطه والنقطه دي بصفر، لان الجهود دي مجموعهم في اي لحظه بصفر، فتقدر توصل. يبقى هو بيعمل لي شورت سيركت في الدي سي، والاي سي مخليه طبيعي ما فيهوش مشكله. التوصيله دي الطبيعيه في الاي سي وعامله شورت سيركت في الدي سي. ما انت بقى لو حضرتك لاحظت، طب يعني ايه دي سي؟ يعني الثلاثه ان فيز. يعني ايه دي سي؟ يعني ايه؟ يعني لو سيادتك انا جيت كده بالاستيكه ديت ومسحت ديت وخليت ديت يا باشمهندس صفر، ومسحت ديت وخليت ديت صفر، هو ده الدي سي. خلاص كده يبقى هو ده الدي سي. خليت ديت صفر ودي صفر، الثلاثه ان فيز. يعمل لي ايه؟ يبقى قافل لي الوصل، عامل لي شورت سيركت على نفسها. فالشورت سيركت ده يمشي لي تيار كبير. وهنا الملفات ليها مقاومات كده، الملفات ليها مقاومات، فيعمل لي قفل على نفسها ويزود التيار في الملفات ده ويسخنها، بس مش هينقلها الناحيه الثانيه. ايه ده؟ يعني ايه يا باشمهندسنا الكبير؟ يعني الاتي، احنا هنا ده الثلاثه دول بقى في السيفد هارمونيك انفيز، يعني الزاويه بينهم بين ده صفر وده صفر وده صفر، فيسلك لي سلوك الدي سي، فيعمل لي قفله على الملفات بحيث ان يعمل حاجه اسمها سيركيوليتنج السيفد هارمونيك، بتدور جواه بتدور وتسخن الملفات بس ما تنقلهاش ماجنتيكلي الى الطرف الاخر. وبالتالي انا لما يكون عندي يا باشمهندسنا الكبير، لما يكون عندي محول بالشكل ده، المحول دوت ادي الجنريتور اهو، وادي ده التوصيله بتاعت واحده فيهم ديت دلتا، دي معناها ايه؟ وادي جاي لك سيرد هارمونيك. السيرد هارمونيك ده بيجي من اللود. انت سيادتك عامل اهو ادي لود اهوت وعمال تعمل سويتشنج فيه. سويتشنج قد ايه؟ يقول لك 100 كيلو هرتز، يعني 100,000 مره في الثانيه بتعمل سويتشنج. بتوع الباور الكترونيك يعمل لك سويتشنج 100,000 مره في الثانيه، فتقطع لي الموجه. فالهرمونيكس ديت بتمشي من ايه؟ من اللود، تروح للجنريتور عشان تدمره. فيجي وهي ماشيه كده التوصيله الدلتا تمنعها تصطادها، تعمل لها ايه؟ تعمل لها ان هي بتعمل الشكل ده، اكنك عندك دي سي ان فيز كده. فايه اللي يحصل يا باشمهندسنا؟ يجي تيار السيرد هارمونيك يجي يلف هنا يا باشمهندسين جوه ملفات، جوه الملفات بتاعه الدلتا، وما يخرجهاش تروح للجنريتور، فتعمل لي مشكله. بتعمل السيرد هارمونيك بتخلي الشفط بتاع الجنريتور يحصل فيه اهتزازات شديده، السكند هارمونيك بتكسر الشفط بتاع الجنريتور عشان بتعمل لي باكورد روتيتنج ماجنتيك فيلد. وبالتالي يا باشمهندس الدلتا مهمه لازاله السيرد هارمونيك. بتزيلها بتوديها فين؟ بتحرقها جواها، بتضحي بنفسها عشان خاطر تحمي الجنريتور. فاحنا بنعمل حسابنا ان الدلتا نخلي الملفات بتاعتها مالها يا باشمهندسين تتحمل التيار العالي الناتج عن السيرد هارمونيك، بس بتخلي تيار السيرد هارمونيك بيلف جوه الملفات زي ما الدي سي كده دوت التيار بتاعه بيلف جوه الملفات عشان معمول شورت سيركت. وبالتالي بتكنسل السيرد هارمونيك او الزيرو سيكونس ايه كارنت. يبقى دي قصه السيرد هارمونيك بتاعتنا، تمام؟ اهي ادي السيرد هارمونيك، قلنا اهو بيبقوا انفيز مع بعض، وادي التيارات انفيز.
وبالتالي يا باشمهندسين هو ده السبب الحقيقي وراء جعل كل الملفات كل الملفات اللي هي البرايمري دلتا. هتقول لي بس في محول واحد مش دلتا اهو، يبقى ده بيجاوب ليه البرايمري، ليه البرايمري بيبقى دلتا؟ علشان الدلتا كونكشن بروفايد اكلوزد باث، يعني مسار مغلق لدوران الثيرد هارمونيك كومبوننت، مركبات الثيرد هارمونيك او الزيرو سيكونس اوف كارنت. فالدلتا كونكشن بتكنسل الثيرد هارمونيك او الزيرو سيكونس وما بتسمحش ان هو يرتد للجنريتور فيعمل لي فايبريشن في الشفت بتاع الجنريتور. والسكند هارمونيك لو راح برضو للجنريتور يعمل لي يكسر لي الشفت بتاع الجنريتور لو كان بكميه ايه كده. اجبنا على كل حاجه في الايه محاضره، وهي كالاتي. ناقص حاجه واحده صغيره بس هنوصفها وخلاص وبخلصنا. انا كل شويه بقول هخلص شكلي مش هخلص. تمام، ايه يبقى احنا جينا جاوبنا يا باشمهندسين على اسئله كتير. اول سؤال، انا عندي جنريتور اهو، ها عندي هو ادي الايه، ادي المحولات بتاعتي. المحول دوت 11 على 220 كيلو فولت، ها بيبقى دلتا ستار. قلنا ليه دلتا وده ستار؟ ليه ده ستار في السكندري؟ عشان بيعمل لي ريتيرن فولت باس. طب ليه دلتا؟ ده بيكنسل الثيرد هارمونيك. ده 220 على 66 بيبقى ستار ستار. ليه دوت يا باشمهندسين ستار ولا ده ستار؟ ليه ال 220 ستار مش المفروض دلتا؟ عشان حاجه اسمها الهاف انسوليشن، يبقى نص عزل هاف انسوليشن. طب فين اللي هيشيل الثيرد هارمونيك؟ بعمل ملف ثالث، الثالث دوت بيبقى دلتا، وكده بقى ثلاث ملفات، فبيسموني تيرشري ترانسفورمر. تيرشري ايه؟ ترانسفورمر يعني محول ذو ثلاث ملفات، ثلاثة برايمر وسكندري والتيرشري التالي. يبقى دوت ليه كده ستار؟ عشان هاف انسوليشن نص العزل. طب ودوت عشان خاطر ريتيرن الفولت باس. ال 66 على ال 11 ده دلتا وده ستار، والستار دوت عن طريق مقاومه. ليه دلتا؟ عشان يشيل السيرد هارمونيك. طب ليه ده عن طريق مقاومه؟ عشان يقلل لي تيار الشورت سيركت. طب بس هندفع ثمن ضريبه، ان الجهد هيزيد على الانفولتد لاين 30% يوصل لغايه 16 كيلو زي بعضه. طب اخر محول اللي هو 11 ل 4 من 10 بيبقى دلتا ستار. دلتا ليه؟ عشان السيرد هارمونيك. ستار ليه؟ بيبقى سوليد لايرث. طب ليه سوليد لايرث؟ عشان ما ضركش لما يحصل شورت سيركت عند الجيران، الجهد ما يزيدش عند سيادتك 30% ولا يزيد 70%، فما اخليك تدفع ضريبه الايه الخطا في فاز عند احد الجيران. تمام كده، ديت الشبكه بتاعه النهارده، وقلنا كل واحده فيها ايه سبب كل ايه تسميه فيها. فينا محول اخير في اخر دقائق كده. هنا احيانا بيبقى في محول، احيانا بيبقى في محول ايه يا باشمهندسين؟ هنا ها المحول اللي هنا دوت يا باشمهندسين بيبقى كام؟ بيبقى احيانا 11، ده الجنريتور اهو، ده الجنريتور، يبقى ده 11 على 500. يجي بعد كده يعمل ايه؟ يعمل بقى هنا محول، ها هنا محول تاني. المحول التاني ده كام يا باشمهندسين؟ بيبقى 500. ركزوا معايا ديت بسرعه، يعني انا 220 كيلو فولت. المحول دوت يا باشمهندسين ما بقاش محول برايمر وسكندري، امال بيبقى محول ايه؟ بيبقى محول اوتو ترانسفورمر. يعني ايه اوتو ترانسفورمر؟ عشان بسام سهل، اوتو ترانسفورمر يعني لفه واحده بس، ملف واحد بس، والملف يعني هو بيعمل ملف واحد بس كده يا باشمهندسين. الملف دوت الجهد عليه كام؟ 500 على جذر 3 يعني، عشان بيبقى ستار. يبقى دوت الجهد نفترض ان هو اكنه يعني 500، هو 500 على جذر 3، ها وياخد منه يا باشمهندسين جزء منه، الجزء دوت يبقى كام؟ 220 برضه على جذر ايه؟ مالكش دعوه جذر ده عشان ده ستار، يعني ستار على جذر ده اسمه اوتو ترانسفورمر. فده مش ستار ولا دلتا، ده ستاره واحده بس ومالها ومتوصله، ها سوليد دي ايرث، عشان خاطر ايه الجهد ما يزيدش عليها، وبتبقى دي اسمها اوتو ترانسفورمر. ما يبقاش محول واحد بقى يا باشمهندسين، ده بقى ثلاث محولات، ثلاثه سنجل فيز،
ده مش محول واحد، ده ثلاث محولات، ده الوحيد اللي بيبقى كده سنجل فيز اوتو ترانسفورمر، يبقى ده ثلاث محولات. بيبقى ليه كم طرف المحول ده يا باشمهندس؟ طرف اللي هو النيوترال، وادي طرف اللي هو ال 500، وادي طرف ال 220. ويبقى كده خلصنا الايه المحاضره. هنشوف بس شكل المحول دوت ونخلص. ادي شكل المحول دوت اللي احنا جبناه في اول خالص الباوربوينت، اول الباوربوينت. ثانيه واحده، دكتور قربنا نخلص. خلاص خلصنا ده يا باشمهندسين. ثانيه واحده بس، انتوا ايه مشاورين ده؟ بصوا يا باشمهندسين دوت اهو، ده المحول، ده المحولات ال 500. ده كم محول؟ لو حد شاطر يقول لي ده كم محول؟ ها كم محول؟ قول مش مهم الشات. مع ثلاثة يا دكتور. لا ده مش ثلاثة، الثلاثة دول محول، ده كل ثلاثة محول واحد، كل ثلاث محولات فيهم محول، ده السنجل فيز، وده فازة، وده فازة، وده فازة، والفازة دي هتلاقي ثلاث أطراف، أدي طرف، والثاني، وهتلاقي الثالث كده صغير كده ورا، وهكذا، كل فازة هتلاقي ليها إيه؟ ثلاث أطراف، ثلاثة يعني اللي هو الفازة، ال 500 وال 220 والنيوترال. وبالتالي ده يا باشمهندسين ايه دوت اللي احنا بنقول عليه ده ضيع الشكل. يبقى ده الشكل ده الوحيد يا باشمهندسين اللي بيبقى ثلاثة سنجل فيز. امال بقيه المحولات؟ لا، بقيه المحولات بيبقى المحول ليه ستة بوشنج او سبعة كمان، ثلاثة برايمري وثلاثة سكندري ونيوترال. انما ال 500 على 220 بس يبقى ثلاثة سنجل فيز، يعني واحدة فازة، اثنين، ثلاثة، الثلاثة دول سنجل فيز، الفازة الواحدة ملف واحد انه اوتو ترانسفورمر وليه ثلاث أطراف، يبقى دوت كده محول واحد 500 على 220، والثلاثة التانيين دول محول واحد 500 على 220، ويبقى في محول ثالث كده سبير يعني إيه فوق البيعة كده، مش محول يعني فازة يعني سبير، بحيث أي فازة من الستة دول يضربوا يحصل ايه ان احنا نستبدله. ماشي، معدي الامتحان بتاعنا يوم الجمعه ان شاء الله اونلاين على نفس الساعه. الساعه كام يا دكتور؟ معدي الامتحان زي كل مره الساعه 9 الجمعه، الساعه 9. وهنعيد المحاضره ديت بكره ان شاء الله. وانا عايز اروح الكليه بس بكره احتمال نبدا يعني الساعه 9 ونخلص ان شاء الله الساعه 12 واحده زي النهارده كده ما بدانا وخلصنا بدري. خلاص تمام. خلاص تمام يا دكتور. ولو ما نزلتش بكره الساعه من 9 ل 1 ل 12 او لوحده كلموا ابراهيم وشوفوا المواعيد اللي يناسبه. احنا دول 100 واحد حضر، فناقص ايه 170 حد واحد تاني. طب دكتور ممكن بعد كده ننظمها بحيث تبقى بترتيب الاي دي، يعني مثلا اول 100 في ميعاد، ثاني 100 في ميعاد، وهكذا. هو في حد دخل وبعد كده ثاني مره حد دخل مكانه؟ يا دكتور في ناس كتير كتير كده. ده في ناس دخلت ما بين المحاضرتين اصلا. نظمها يعني، بس انا مش عاوز اعمل اربع مرات، ثلاثه بالكتير يعني. انا لو في عدد لا تصورها مره واحده ونرفعها، وبعد كده نخلي اللي هو البرنامج بتاع زوم للاسئله بس، واللي حضرتك ترفعها مره واحده مثلا على اليوتيوب كلنا نخش نشوف. طيب خلاص ماشي، حاضر نعمل كده. أزد يا إبراهيم، لو إبراهيم حاضر، أيوة موجود، لو أنت حد يسجلها سناجت ولا حاجة يرفعها للناس. طيب خلاص تمام، ويشوفوها كده. وعلى يوم بكرة ولا نشوف يوم تاني نشرح فيه المجموعة التانية ونشوف معاد برضو المجموعة التانية إن شاء الله. خلاص تمام يا دكتور، شكرا جزيلا. يلا سلام عليكم. ربنا يخليك. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.